طيب، صباح الخير يا جماعة، كيف الحال؟ أحكي له لسه أنا مزامل زابطو. هاي حطيت لكم هي على الفيسبوك. تذكيرا بالواجب انه مفترض انه انت تختار داتا ست على الاقل تكون 6000 سجل، تمام؟ طبعا بدك تشتغل عليها انه سواء كلاسيفيكيشن او بريدكشن او ريجريشن، تمام؟ وبدك تطبق المفاهيم التاليه. يفترض طبعا المفاهيم المفترض انه يتم تطبيقها، اول حاجه انه استكشاف الداتا سيت، داتا سيت فيجواليزيشن، طبعا انه ديسكفر ترندز وفايند ريليشنز بتوين فيتشرز، عشان انه يكون في عندكم معرفه انه ايش الفيتشرز هذه، ايش لها علاقه مع بعض. اذا في ترند معين في الداتا سيت نحاول انه احنا نكتشفه. طبعا هذا الكلام انت بدك تشتغل على نوت بوك، تمام؟ جوبيتر نوت بوك، وبتكون مسجل هاي الملاحظات انه انا هاي الداتا فيجواليزيشن تبعي، وبتدون ملاحظتك انه انا في عندي ترند في الفيتشر كذا او في ترند معين، بتدون ملاحظاتك، تكتب بالعربي او بالانجليزي انت حر، فيش مشكله، تمام؟ او ممكن تحكي انه انا في علاقه واضحه بين الفيتشر كذا والفيتشر كذا، العلاقه هذه زي ما احنا شفنا في المحاضرات، انت بتقول كل ما يزيد الفيتشر كذا بيزيد الفيتشر كذا، تروح تعملها فيت ريجريشن، انه انت بتعمل خط هل هو طالع ولا نازل بهذا الشكل، تمام؟ طبعا بدك تعمل داتا بري بروسيسنج في حال انه في حاجه انه احنا نعمل داتا بري بروسيسنج. بدنا نعمل فيتشر ترانسفورميشن، طبعا في هذا يعني اذا لزم الامر فيتشر ترانسفورميشن، انه بدنا نعمل وان هوت انكودنج او ليبل انكودنج. أو الاثنين سوا. وخليني أضيف لك نقطة هنا اللي هي موضوع الفيتشر انجينيرينج. طبعا مفهوم الفيتشر انجينيرينج إنه أنا بدي أدور على فيتشرز معينة إنه أحولها بطريقة معينة، زي ما شفنا الأدرس حولنا لخط طول وخط عرض، شغلات من هذا القبيل، إنه أنا أعمل بارس للديت مثلا بحيث انه هو يقدر يتعرف على الديت، افصل الشهر لحال احطه في اتريبيوت والسنه لحال، يعني على سبيل المثال شغله زي هيك انه 2018 او 19 07 20، تمام؟ بدها تتحول لثلاثة فيتشرز. انت عندك الديت والمانث والدي، هل الدي انا بيعني لي في الموضوع ولا بس بيكفي الديت والمانث؟ فممكن انه يكون في عندي اتريبيوت لوحده السنه واتريبيوت لوحده الشهر، بيكفي، بيهمنيش التاريخ بالضبط، لانه على سبيل المثال انه انا بدي حجوزات الاوتيلات في شهر 7، هل بيهمني اليوم بالضبط قديش؟ لا. ممكن انه اذا كان مثلا الفيتشر هذا ويكند، او انه في اشاره انه هذا ويكند او لا، ممكن انه اطلع عليه. يعني طبعا هذا الكلام انه فور انستانس، يعني طبيعي، طب يعني كل هاي الاشياء اللي حكيها انه فور انستانس، تمام؟ الترانسفورميشن انه حسب الحاجه زي ما ذكرنا، تمام؟ بعدها بدنا ننتقل انه احنا نطبق ديفرنت ماشين ليرنينج الجوريثمز بالاضافه لديب ليرنينج. لو انت شايف انه الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه كافي، بدك تحكي مبرر انه الفيتشرز واضحه، لانه احنا حكينا انه وقت بنروح نتجه للديب ليرنينج، في حال انا كنت بتعامل مع تكست او ايمجز الفيتشرز مش واضحه، اذا كانت الفيتشرز ستراكتشرد خلاص ما فيش داعي انه احنا نروح باتجاه الديب ليرنينج، ممكن نستخدم الكلاسيكال ماشين ليرنينج وبيكفي. في حال انا كانت الداتا ست تبعتي فيها صور، بدي اتعرف على صور ازهار او بدي اعمل ديتكشن لاشخاص او اي شغله من هذا القبيل، تمام؟ بدي اروح باتجاه الديب، استخدم كونفولوشن
بدي استخدم CNN او RNN. تمام؟ طبعا هذا الكلام بدك تدونه، كنه في ملاحظات انه انت ليش اخترت هذا الاشي يعني. طبعا هذا الاشي بالنسبة لي بيحدد قديش مقدار استيعابك لهاي المواضيع، ومقدار استيعابك لهذا المواضيع بيحدد انه انت قديش انه انت مؤهل انه انت تشتغل في هاي الشغلات. فبالتالي انا بالنسبة لي بحاجة لإلها عشان انه احط مقياس. طبعا بدك تفحص اذا في تسرب في البيانات او لا. تمام؟ ولما تطبق الماشين ليرنينج اكيد بطبيعة الحال، يعني هنا تسرب البيانات خليني انقل لك اياه هنا قبل الماشين ليرنينج. تمام؟ بتطبق الماشين ليرنينج، وطبعا هنا بدي يكون في عندي حاجة اسمها باراميتر تونينج. لو انت كنت تشتغل ديب نتورك بدك تجرب اكتر من اكتيفيشن فانكشن، بدك تجرب اكتر من نتورك اركيتكتشر باحجام مختلفة، بنيورونز مختلفة، عدد النيورونز مختلفة، بهيدن لايرز مختلفة. لو انت كنت بتشتغل على مثلا راندوم فورست قديش عدد التريز اللي في الراندوم فورست، لو بدك تشتغل على كي ان ان قديش مقدار الكي الاوبتيمال، يعني بتجرب عدة فاليوز، بتعمل باراميتر تونينج زي ما تعودنا. واخر حاجة بدك تفحص الاوفر فيتنج والاندر فيتنج، بحيث انه مش عارف اذا الجلام هاي شغال، فنفحص انه صار في عندي اوفر فيتنج او اندر فيتنج. هذا الكلام برضو حنرجع نشوفه هنا في الديب ليرنينج اليوم. طبعا التاريخ يعني تاريخ التسليم يفترض ساندي 4 اغسطس 2019، وال4 اغسطس الاحد الجاي بيكون 28، الاحد اللي بعده بيكون 4 اغسطس ان شاء الله. تمام؟ طبعا بده تشتغل على كاجل او كولاب، انت حر اللي بدك اياه. هذا في سايكت وهذا في سايكت اسكيلير يعني، وهذا في تنسر فلو وهذا في تنسر فلو. بس اذا بدك التنسر فلو الاحدث بدك تشتغل على الكولاب. فحط لكم فورم اجمع فيه الرابط تبع الكيرنل او النوت بوك اللي انت بتشتغل عليه، بتعمل لي له شير، تاخذ الرابط وبتسلمه. تمام؟ فحط لك جوجل فورم. فهي التفاصيل خليني ارجع احطها على الفيسبوك، مش عارف اذا في تعديل للبوست. فعشان انه نضيف في كل هاي التعديلات، تمام؟ طيب نرجع احنا نستأنف. طبعا هاي بعد الدورة ان شاء الله راح استمر في تحديثها، فبالتالي ممكن انه ترجعوا تطلعوا عليها من الوقت للتاني تشوفوا مراجع اكتر، شغلات اكتر موجودة هنا. فبالتالي انا رجعت رتبت الموضوع انه هنا هاي فصلتها في مقال لوحدها الكيراز دوكس، انه زي هيك، وانه هاي الشغلات اللي احنا بدنا نشتغل عليها. احنا طبعا بطبيعه الحال خلصنا البيزك كلاسيفيكيشن امنست ديجيت ريكوجنيشن، واخذنا الام بي جي مايل بير جالون، هذه ريجريشن بروبلم بيزك ريجريشن. فاخذنا كلاسيفيكيشن وريجريشن بالديب نتورك. تمام؟ الان بدنا نشوف هذا الموضوع المهم اللي هو كيف بدي اتعامل مع الفيتشرز. تمام؟ فخليني افتحه على الكولاب، لانه طريقه التعامل هنا في الفيتشرز مع تنسور فلو لو عندكم اي سؤال لا تترددوا في السؤال عادي، مفيش مشكله. يعني الاكيورسي
او اذا اخترت الاجزم حسب الالجزم اشتغل عليه بده يكون مين ابسوليوت ايرور. نعم اول الارقام ولا نعم. طيب هجيت هذا classifying structured data، هذا زي اللي احنا تعاملنا معاه سابقا اللي هو زي الملبورينج هاوس برايسينج داتا سيت، انه الداتا اصلا structured فبدنا ناخذ كيف نتعامل مع structured data. كل اللي تعاملنا معاه سابقا عباره عن صور ما عدا الام بي جي، تعاملنا معها انه كستراكشرد فيتشر، تعاملنا معها مع الوان هوت انكودنج عملناها الشغله هاي. ايش الداتا سيت هاي؟ هذه عباره عن سمول داتا سيت طبعا عشان احنا نجرب عليها. طبعا هاي داتا سيت للهارت ديزيز اللهم عافينا جميعا، وهاي داتا سيت على شكل سي اس في فبدنا نقراها بالباندا. ايش الفيتشرز الموجوده عندي؟ انا الايج باليرز هذا نيوميريكال، السكس واحد ميل زيرو فيميل كاتيجوريكال، سي بي تشست بين تايب وهنا متدرج انه زيرو ما فيش الم، واحد في الم، اثنين في الم اكثر وهكذا تدرج الالم، هذا كاتيجوريكال الى اخر الاتريبيوت الى اخر الاتريبيوت. تمام، في انا عندي التارجت هنا واحد ترو وزيرو فولس، انه في عنده تشخيص، في انه تم تشخيصه بالمرض او زيرو فولس يعني ما فيش تشخيص يعني او مش مصاب بالمرض. طبعا بطبيعه الحال احنا حننزل الاسكي ليرن لانه احنا حنقرا نتعامل مع بعض الشغلات اللي انا محتاجها في الاسكي ليرن، وهذه التنسور فلو ننزلها. طبعا هنا قراءة البيانات، هذه البيانات موجودة على هذا الرابط. تمام، فريد سي اس في بيقدر يتعامل مع يو ار ال، فبالتالي انه في بعض الاحيان انت عندك لو الداتا سيت موجودة على الانترنت ما فيش داعي تعملها داونلود وتعملها ابلود تاني، بس مجرد انه اعطي له الرابط هذا بيريحك كتير. تمام، فهنا هاي الداتا ست تبعتي، هاي الهيد تبعها الايج السكس سي بي الى اخره من الاتريبيوت. تمام، هذه بس انه احنا عملنا ترين تيست سبلت باستخدام السايكت ليرن. يعني هنا في السايكت ليرن هنا عملنا امبورت لترين تيست سبلت، ايش بنديله في الترين تيست سبلت؟ بنديله البيانات تبعتي داتا فريم، وحكينا له انه تيست سايز 20%، فبالتالي حيقسم 20. نعم، كيف؟ هاي فيتشر كولومز. نعم تمام. حاجات هنا ايش اداله؟ البيانات كلها صح؟ وهنا ايش اداله؟ الترين. طيب في عندك مبدا مهم جدا في الماشين ليرنينج يمكن انا ما مريتش عليه، المبدا هذا اسمه انه تقسيم البيانات انا عندي لثلاث اجزاء. هاي الداتا سيت فبيكون اللي احنا تعودنا عليه انه هذا ترين وهذا التست. طيب عشان احافظ
انه التست انا ما امسكوش خالص في اي شغلة من الشغلات، تمام؟ وفي هنا عندي هنا في التريننج اثناء بناء الموديل لازمني انه انا افحص بعض الشغلات، فبروح باخذ جزء من الترين، تمام؟ فهذا بصير انا عندي ترين، الترين نفسه بقسمها بتصير هذه ترين وهذه فال فاليديشن. هذه عاده انا ببنيها او بستخدمها انه انا اعمل فيت للموديل، لا 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 هي في خربطة في التسميات، بس خليني أوضحها هنا أول وعشان إنه أوضح الشغلة هاي. هاي بستخدمها للباراميتر، أو خليني أكتبها كتابة لأنه أنا مش مستحكم كتير هنا. باراميتر تونينج، ليش؟ لأنه لو استخدمت التست في الباراميتر تونينج في الترينينج هذا ديتا ليكج، هذا غش. كيف؟ لا التست خلص بتعمل تست على الفاينل موديل. فهذا الأسلوب عشان إنه ما يعني ما يتسببش أنت عندك في إنه صار الموديل عنده اطلاع على التست بشكل مسبق، الأفضل أنت عندك تقسم البيانات لثلاث أجزاء بهذا الشكل. هل جيت التسمية الشائعة؟ أنا عندي إنه أنا ممكن أقسم ترين وتست أو ترين وفال، تمام؟ وهذه زي ما حكينا انه 80 وهذه 20 وهذه نفس الفكرة 80 و20. فعشان هيك انه يا اما هذه او هذه التسمية شائعة، يعني في بعض الاحيان انه هذا الجزء اللي تحت بنسميه validation، لكن اذا انا بدي اقسم ثلاث تقسيمات ساعتها بيكون انا عندي train ترين مثلا على سبيل المثال 70 والفال 10 والتست 20، بس عشان انه نسمي اسماء مختلفة. فبالتالي انا بدي اعرف بشكل مسبق انه انا مقسم البيانات انا عندي لجزئين، فبالتالي يا اما اسمهم حيكون ترين وتست او ترين وفال او ثلاث اجزاء ترين وفال وتست. هذا افضل اسلوب انه الفاليديشن هذا بارت يستخدم للباراميتر تونينج، لانه لو استخدمنا التست بارت للباراميتر تونينج هذا زي ما حكينا داتا ليكج غش، تمام؟ ففعليا هنا شكرا لاحمد لانه سال السؤال انه احنا اعطينا له هنا الداتا فريم اللي هي البيانات كلها، تمام؟ والتقسيمة الثانية ايش اديته؟ لترين، انه لترين رحت قسمتها لترين وفال. يبقى انا عندي القسم الاول ترين وتست، اخذت الترين هذا حطيته هنا في التقسيمة الثانية صار انا عندي ترين وفال. وهنا بروح بعرض لي كل واحدة منها، فبالتالي التقسيمة مين يحكي لي قديش حتطلع؟ التست هاي 20%. 20 من ال 80. 20 من ال 80، لا هايها 20. 20 من ال 80 قديش؟ 60. لا 60 20 من ال 80. لا تنحسب على آلة حاسبة. لا مش 20 فبطلع انا عندي 193 للترين، 49 للفاليديشن، 61 للتست. فهذه النسبة بتمثل 20% من ال 80%. هذول الاثنين مجموعهم 80%. تمام بس لو سمى البرامج الترين سايز احسن، البال سايز احسن، سمعت 12. وين الترين سايز؟ هذا بتاع البال سمعت بال سايز مش لسه، لان فوقها تست سايز وين هالسايز؟
الفيلم الاسود هذا ايوه تتسا اوكي ما بالسايد كان لا هذا اسم اسم باراميتر موجود هنا بقدرش اغيره مش بنحط الاليس ايكوال صحيح بس في شيء في باراميتر اسمه فال سايز اسمه ترين سايز اسمه تيست سايز فعشان هيك هذه ممكن انه نقلب لك اياها ترين سايز وهذه بدها تصير هنا 80 فبالتالي يفترض يطلع لي نفس الارقام 193 49 61 هيك انه انت بالنسبه لك ريدبل اكثر ممشي الحال عشان ما تحت نعم طيب لغايه الان الامور تمام كمان مره يا جماعه اذا حدا في عنده سؤال لا يتردد انا بهمني هنا مش احكي الكلمتين هذول وخلاص انا وظيفتي هنا انه اوضح لكم الامور بشكل سلس اذا في حدا عنده سؤال لا يتردد في السؤال واذا انتم سالتوش يبقى كلكم فاهمين 100% تمام طب ما سألتوش يعني مش فاهمين حسب هدوء خارق هدوء خارق طيب هلقيت احنا حملنا البيانات وانا بدي ابدا اسال الاسئله هلقيت عشان اشوفكم متابعين معي ولا لا انا حملنا البيانات كيف حملناها؟ URL بالباندا بالباندا داتا فريم تمام هاجيت الباندا انه بتعامل مع انه بحمل البيانات كيف شكلها داتا فريم والتنسور فلو كيف بتعامل مع البيانات فينا عندي هنا tf dot data فعشان نحول الداتا فريم للداتا tf تبع التنسور بالضبط فهي حملنا عملنا كتبنا utility function اسمها df data frame to dataset اللي هو تبعت التنسور بالضبط ايش بديها داتا فريم وبقول له خربط لي البيانات وقلت بقول له يقسم لي اياهم لباتش سايز لاجزاء بالضبط الباتش سايز هذا حكينا فيه سابقا هي قديش مقدار الدفعات اللي حيعملها فيد على نيورال نتورك لا كل ايبوك بكون مقسمه لباتش سايز مقسمه لباتشز هاي الداتا فريم اخذت منها نسخه والليبلز كذلك شلت منها شلت من الداتا انا عندي التارجت او عفوا عملت بوب للتارجت فبخزنها هنا في الليبلز تمام كيف جمله التحويل ds dataset بتساوي tf dot data dot dataset from tensor slices ايش بدي له بعمل كاست للداتا فريم كديكت وبدي له الليبلز خلاص صارت بياناتنا عندي هنا ايوه tf dot data dot dataset from tensor slices ايش بدي له الداتا فريم بعد ما عملها كاستنج لديكت والليبلز الداتا بتكون كامله والليبلز بس الواي هذه الواي لا معمولها يعني كل الداتا بعد الواي صحيح ليش ادانا ايش عشان انه احنا في لما في النيورال نتورك نقول له هاي الانبوت وهي الاوتبوت يعني مش هذا السؤال بقول لك انه الداتا فريم كامله فيها التارجت نعم والليبلز ما شو هذاش بعد الاثنين هلقيت حيبطل يشتغل على الداتا فريم هلقيت هذه البوب اصلا على الداتا سيت هي الاصليه قبل وهي هم اللي بشيل منها صحيح هذه الجمله هذه الجمله هاي الجمله انت بتصير تشتغل على الدي اس هذه الجمله ايش فيها بتسوي شغلتين بترجع العمود تبع التارجت وبتشيله البوب البوب بترجع وبتشيل فبالتالي انت هنا شلت من الداتا فريم شلت من الداتا اللي حطيتها هنا في الليبلز وهنا احنا راح نصير نتعامل مع الدي اس هي وحنعملها ريتيرن في الاخر مش على اصلا هذه التارجت
عمليا قبلها بتعمل خطوتين مش خطوه. نعم. بتعدي عددها في الليل وشالت من التارجت وبتحط التارجت كله في الليل. بالظبط. يعني هتقدر في ايه مطلقه. بالظبط، يعني هنا انت لما مررت له الداتا فريم مشيول منها التارجت بسبب جمله البوب. هي اللي انشال. فانت بدك تدي له هنا الاكس والواي في الدي اس. طبعا هنا الشفل هذا باراميتر ترو او فولس، فانت كيف بدك تفحصه اذا مطلوب منك تعمل شفل ولا لا؟ فبتقول اف شفل، فبنروح بنعمل شفل وبنروح بنعمل دي اس دوت باتش، بروح بجهز لي اياهم كباتشز. فهي اليوتيليتي فانكشن ممكن انه هذه الوصفات، بحكي لك كمان مره باكد على هاي الشغله، ماشين ليرنينج وصفات، كلها وصفات، تكتب كود من السكراتش مش فيزابل كتير، بس انت بدك تكون فاهم عشان تستخدم الوصفات، بدك تكون طباخ ماهر عشان تستخدم هاي الوصفات. سطر 4 صحيح، لانه دالة البوب هاي شو بتسوي؟ شغلتين، بترجع هذا العمود وبتشيله من الداتا فريم. نعم. عمود واحد اللي هو الواي اللي احنا بدنا نعمله بريدكشن، اللي هو ايش التارجت انا عندي هنا، ماشي، اللي هو حسب الداتا سيت تبعتي انه في مشخص انه في عنده مرض قلب او لا، اللهم عافينا جميعا. طيب فالان بس مجرد انه احنا نشغل اليوتيليتي فانكشن هنا وهنا، بس مجرد انه استدعاها لمين؟ للترين والفال والتست. احنا في عندي ثلاثة بارتس حاليا، خلي بالك ثلاثة بارتس. البارت الاول نعمل فيه فت، البارت تبع الفال ايش نعمل فيه؟ قولوا معايا، نعمل فيه الفال تونينج للبارامترز، والتست نعمل فيه ايفالويت للموديل. تمام. بس بطلع على الفال سلايد منها خمسة قبل كان قبل الثاني، انا نسيت على الجديد عشان صحيح. لا لا، هنا يعني هنا انه هنا بحكي لي فور ديمونستريشن بيربس اونلي، عشان بالضبط عشان انه اشوف كيف شكل البيانات اللي بتطلع. بالضبط، لانه هنا بده يروح يعمل انه يعرض لي باتش من الايج ومن التارجت ومن كل فيتشر. تمام، هاي باتش من الايج، الباتش عندي قديش؟ خمسة. فهنا بلاقي أنا عندي خمس قيم، 65 69 58 وهكذا. وهنا التارجتس هيو برضو إنه خمسة. تمام؟ طيب يبقى حنستخدم هذا الباتش اكزامبل عشان نعمل ديمونستريشن لانواع مختلفه من البيانات. هنا عرض لي سجل كامل، هنا انا رحت اخذت نيكست. بالضبط، باتش اكزامبل، اخذت سجل كامل، باتش كامله. في عندي الداله ديمو، هاي شو بتسوي؟ مجرد انه هي بتعمل لي ترانسفورميشن لا باتش اوف داتا، وتروح تطبع لي على شكل نم بي اري. فبالتالي هنا ايش بدي له؟ بدي له فيتشر كولوم. تمام، وبروح هنا بعرف لي فيتشر لاير، دنس فيتشر لاير. تمام، وبروح بطبعه على شكل نم بي اري. فبالتالي هذه كمان مره يوتيليتي فانكشن. فهنا خلينا نعرض الايج، يبقى هنا ايش سوى؟ اخذنا باتش، وهنا ايش سوينا؟ بدنا كتبنا utility function عشان تعرض الباتش هذا لفيتشر معين. فهجيت نعرض الايج، قديش الباتش انا عندي؟ خمسة. هاي خمس عناصر، 65 69 58 46 42. ممكن انا اديها لكولوم تاني لا مش بحول، بضيف هنا بس مجرد انه كود، وهنا
بنسخها زي هيك، وهنا بحط اسم الاتريبيوت الثاني. اسم الاتريبيوت الثاني كان سي بي او تشيست بين، بس تشيست بين سي بي بس كابيتال او سمول، او بتعمل معه سي بي بس. ايه هنا بعرف سي بي، هذا نرجع نشغلها ثاني، وهنا نحكي له ديمو سي بي. فبالتالي هنا حيعرض لي خمس عناصر من وين؟ من التشيست بين. هذا في عنده ألم خفيف الأول، الثاني عنده ألم خفيف، الثالث عنده ألم كتير ألم كتير ألم كتير، وهكذا. تمام؟ تمام يا أستاذ؟ وصلت الرسالة؟ طيب، حكيت بدنا نشوف كيف نتعامل مع البوكيتايزد كولوم. مفهوم البوكيتايزيشن انه انا بروح بحول، انا عندي الارقام لفئات، بروح بحول الارقام لفئات. بس خلي بالك ما تفهمش هذا الكلام انه احنا بدنا نحولها لفئات، انه احنا بدنا نرجع لكاتيجوري. مش انت قلت انه النيورال نتورك دائما تتعامل مع ارقام؟ بس الارقام هذه بدنا نحولها لفئات وبدها تكون بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال انه انا عندي الايج بالضبط بالضبط، فبروح بقول له انه اعمل لي بوكيتايزيشن. كيف بستدعيها؟ فيتشر كولوم، هذه عباره عن شغله انا عملتها في، يعني عملتها امبورت من التنسر فلو. بوكيتايزد كولوم ايش بدي له؟ اسم الكولوم والباوندريز. بقول له اعمل لي فئه للي اقل من 18 وبعديها من 18 ل 25 وهكذا. بالضبط. عشان هيك هذا الكلام خزناه وين؟ في الايش؟ بوكيتايزد. فبدنا نعرضه باستخدام داله الديمو. هجيت الاولاني بدي اياك تطلع معايا كويس، قديش كان عمره؟ 65. فبالتالي هنا في البوكيتايزيشن ايش تحول؟ هل هو تحول لكاتيجوري A B C؟ لا طبعا، طبيعة الحال ايش تحول؟ زيروز، وهنا في الاخر واحد. والثاني قديش كان عمره؟ 69. برضو حتلاقيه في نفس الفئة. اللي قبليه عمره خليني اقول بخمن انه في الاربعينات، خلينا نشوف 58 46. بالضبط بالضبط، من 55 ل 60 بالضبط. هذا 65، هذا اللي في الاربعينات، والاخر فوق ال 65 الاول والثاني. بالضبط، اللي هو 65 يعني كل اللي من 65 فوق. نعم، حسب الباوندري اللي موجوده هنا. اخر واحد كان 65 يعني من 65 للاخر. بالضبط، وهنا اخر واحد 42 بيجي في المنطقه هاي. فلاحظوا انه هذا الرقم في البوكيتايزيشن ايش تحول؟ تحول لا فيكتور. واضح ايش هو مفهوم البوكيتايزيشن؟ فاحنا حولنا لفئات. تمام، فعليا احنا حكينا انه زي خليناه انه جنراليزيشن اكثر. هذا ما هو مفهوم الجنراليزيشن. ايش هو مفهوم الجنراليزيشن؟ بدل ما انت تقول انه واحد عمره 51 والثاني عمره 52، لا هدول بيشبهوا بعض كثير فبحطهم بنفس الفئه. تمام؟ طيب نيجي نشوف الكاتيجوريكال كولوم. هذا الكلام طبقته على وين؟ على نيوميريك كولوم اللي هو الايج البوكيتايزيشن. نشوف اسلوب ثاني في التعامل. يبقى انا برجع بذكرك هنا في هذا الكولاب، في هذا الاكزامبل احنا ليش بنحكي كيف بدنا نتعامل مع الفيتشرز. يعني هنا كان اسم انه تي اف فيتشر كولومز، انه احنا كيف نتعامل مع الفيتشرز. شفنا انواع فيتشرز مختلفه، شفنا اول طريقه البوكيتايزيشن، نرجع لبقيه الطرق. في عندي هنا كاتيجوريكال كولومز زي ايش مثلا؟
في انا عندي الثال تاخذ ثلاث قيم اللي هي fixed, normal, reversible. هذا كلام من وين جبته؟ هاي ارجع على الداتا سيت. عشان هيك انا بقول لك جزء مهم من شغلك كديتا ساينس انه انت تفهم الداتا سيت وين الثال. هاي الثال فبحكي لي انه ثلاثه كاتيجوري, هاي كاتيجوريكال, نورمال, فيكست, ريفرسبل ديفكت. تمام. فهنا عرف كاتيجوريكال فيتشر برضو نفس الفكرة, كولوم فيتشر كاتيجوريكال with vocabulary list. فبالتالي هو بروح بشوف كل واحدة بروح بعملها encoding. فهنا بروح بطبق ال one hot encoding. فبالتالي هنا الثال, هذه الثال وهذه الثال one hot encoding. خليني أطبع لك إياها هنا. هنا print demo أو خليني أحط لك إياها هنا قبل هنا كود وهنا ديمو للثال لوحدها. كمان تشريب الأول وين؟ لا كمان تشريب الأول تشغيل لإيش؟ لا انا بدي اجيب الثال بدون ما نعملها بري بروسيسنج. الثال هاي لا هنا الديمو عفوا هنا لازم ايش اديله ايوه بين كوتيشن بدي اديله اصلا الداتا سيت. فهمت عليك. لا في انا عندي دالة بتعرض ال ايوه ديمو ايش زي هيك بدنا ناخده زي هيك اول يبقى نعم فهنا بنحكي انه الثال واحد عشان ما يصيرش انه هنا الثال وهي ديمو للثال واحد عشان نشوف كيف شكله. ايش كان اسمه هيك؟ تحت وين؟ هيا اوكي عشان انه احنا حطيناه هنا نيوميريك فبدنا نقول له هنا انه هاي كاتيجوريكال فروم هي هذه فعشان هيك انه هذه مزبوط انه احنا هنا بنعمل print demo ثال هنا بس بدنا نضيف لها جملة print فهنا before و after لقيت المشكلة في item features المشكلة في هاي طيب الصبر مش زي هذيك قيمة واحدة زي الايج. الايج هي قيمة مستقلة هذه كومبوزيشن يعني كل قيمة ثلاث قيم. صحيح بس هي ممكن احنا ناخذها كنيوميريك ويطبع لي اياها كنيوميريك بالضبط بس هنا ايش عمل؟ one hot encoding. حطها يعني بالضبط هي ترانسفورميشن بالضبط فهذه one hot encoding. انت كان بدك تطبع لك اياها كاسامي فيكست هذا لا هي موجوده في الداتا سيت لا هي لا موجوده في الداتا سيت كارقام اصلا لا كانت هيو 3 معناها نورمال 6 معناها فيكس 7 معناها ريفرسبل فهي كاتيجوري بس كارقام بس هي ماخوذه كسترينج يعني عشان هيك نعم لا
العمود الثانية لما طلعت كلمة فعل مدتت نفسها في الموجودين هذه وين؟ لما هنا العمود الثاني فريم هذا أي فعل مكتوبين هي الكتابة مأخذين كسترينج ما حكيت لكم أخذهم كسترينج بس معطيك هناك إنتونيشن بالبرمج إنه بالذات الحكاية تجيهم هيك بصنفوها يعني لما يتجي رقم 3 بقول لك انه طيب عشان هيك انه احنا ممكن نشوف هنا في التنسر فلو فيتشر كولومز نشوف الدوكيومنتيشن نحن بدنا ناخذ كست من سترينج ده كله في with vocabulary list انه انا لازم اعمله with vocabulary list بهذا الشكل هي زي هذه ما هو عاملها بالضبط هنا زي ما هو عاملها هنا بس دالة الديمو هذه ما بتعرضش هاي ال هذا بالضبط نعم هي بالضبط فبالتالي هنا حولوا ل one hot encoding تمام بالضبط فبالتالي احنا عملنا one hot encoding للايج اللي هو اصلا ارقام وهنا عملنا one hot encoding لكاتيجوريكال داتا طيب في انا عندي اسلوب ثالث حديث هنستخدمه اليوم ان شاء الله مع sentiment analysis نتعامل مع التكست اسمه embedding columns تخيل انا عندي الكولوم هذا فيه كاتيجوري والكاتيجوري هذه مثلا عددها كتير جدا بالالاف thousands هل منطقي جدا ان احنا نعمله one hot encoding لانه انا عندي 1000 كاتيجوري في الاتريبيوت الواحد معنى ذلك انه انت ايش حتضيف 1000 عمود لا بالضبط فعشان هيك ايش بدي اروح اسوي بدي اروح اعمل حاجه اسمها embedding word embedding او مر اعتقد يمكن مرت عليك اللي هي word to vec word to vec word embedding بالضبط فبالتالي هنا ايش بروح بيسوي لي بحكي له انه ال1000 بدي احولها transformation انه تصير الدايمنشن تبعها 8 عمليات transformation كيف بالضبط فهو بروح انه statistically انه بشوف ايش الشغلات اللي اقرب مع بعض فبروح بحطهم في نفس الدايمنشن زي قصة بالضبط بالضبط بس هذه الشغلات هو بيكتشفها لوحده يعني هنا في البوكتايزيشن سوينا هاي الشغلة بشكل implicit حكيت له انه هاي الباوندريز تمام لكن هنا بالضبط ممكن احط 20 10 بس انه هنا بس انه يعني الرقم بالضبط فلاحظوا هنا انه حيتولد انا عندي فيتشر فيكتور قديش طوله 8 هي 1 2 3 3 لغايه 8 لانه الديمو هاي تعرض لي 5 الباتش 5 بالضبط فبالتالي هنا بدل ما صار 1 hot encoding 1000 عمود صار 8 اعمده فبالتالي هنا ممكن اجرب شغلات معينه
تمام. في عندي يعني هذا موضوع تبع الوورد امبيدنج، ممكن انه اوضح لك اياه في رسمة هنا، انه هو بروح على سبيل المثال انه بروح بعمل لي، طبعا هذا السبيس انا عندي 15 في 15، او انا عفوا انا عندي السبيس بهذا الشكل تمام. فبروح انا عندي 2 تيرمز، بروح بقيس الكوساين سيميلاريتي بيناتهم وبحدد انه مين التيرمز الاقرب لبعض. يعني على سبيل المثال انا عندي كينجز، هدول الشغلات ريليتد مع بعض، فبروح بحطهم في نفس الدايمنشن تمام. والكوين بحطهم في دايمنشن مجاوره، والكوين بحطها مع الكوينز في نفس الدايمنشن زي هيك. ففي امثله كثير عليها، مان وومن، انكل انت، كينج كوين، هو لحاله بروح بربط هاي الشغلات statistically طبعا مع من خلال التريننج مع بعض، وبروح بحطها في نفس الدايمنشن، والاشياء اللي بتشبه بعض بروح بحطها في دايمنشن مجاور. فبالتالي بصير في عندي ترانسفورميشن من وان سبيس لانذر سبيس، من سبيس كبير لريديوست سبيس، فبكون البامك هذا لشغلات لها علاقه مع بعض بحطها في نفس الدايمنشن تمام. هذا الامبيدنج. فينا عندي هاشد فيتشر كولوم، بروح بطبق هاش فانكشن عليهم. فبالتالي هنا فيتشر كولوم هاش، بتعمل لي هاشنج للكولومز تبعتي، وهنا انه بتحولهم لبوكيت سايز انه 1000. فبالتالي هذا طوله 1000، بروح معلي هاشنج، بطبق فانكشن معينه زي الهاش اللي انت اخذت مره، زي الهاش تيبل، زي الهاش اللي في الجافا بالضبط. هذه بتوديها هنا، هذه بتوديها هنا، هذه بتوديها هنا، زي المابين بالضبط. بعدين جوا الهاش الواحده بتروح على الاشياء اللي جوا بالضبط، بدل ما انا ادور كل واحده. صحيح. يبقى لغاية الآن كم طريقة احنا أخذنا في التعامل؟ أخذنا البوكيتايزيشن، أخذنا الوان هوت انكودينج، إيش كمان؟ الإمبيدينج والهاش، وهنا وصلنا للكروست فيتشر كولومز. هو شو بيعمل تحديدا؟ بيعمل كومباينيشن لتو فيتشرز أو أكثر لوان فيتشر، هذا بنسميه فيتشر كروسز. ايش بمكنني؟ بمكن الموديل انه هو يعمل سيبريت للويت لكل كومباينيشن من الفيتشر هذا. لا مش النورماليزيشن على نفس الاتريبيوت، بس هذا بروح بدمج التو اتريبيوت التو فيتشرز في فيتشر واحد. يعني هنا ايش عمل؟ كروست فيتشر بتساوي فيتشر كولومز كروست كولومز، ايش اداله؟ ايج بوكيتس بالاضافه للثال، هذول عملهم دمج في فيتشر واحد. شوف كيف شكله بهذا الشكل. فبالتالي انه هنا البوكيت سايز انا حيكون انا عندي 1000، هذا الفيتشر او هذا الدايمنشن تبعه 1000 بالضبط. زي ما حكينا انه الفائده تبعته انه بتخلي الموديل انه يتعلم انه يعمل سيبريت للويتس لكل كومباينيشن من الفيتشر هذول. طيب اي كولومز من الكولومز هذول كلها اللي عملناها فوق استخدم؟ هذا السؤال المهم اللي احنا بنسويه هذا، يفترض هل نطبقه كله مع بعض؟ لا طبيعة الحال، بس انا هنا بورجي لك كيف بتنعمل ككود، لكن كيف نختار؟ حسب الداتا سيت. فبالتالي مين اللي بيحدد؟ هو انت، انت اللي مفترض انه انت تختار. فبالتالي هنا بدي اعرف فيتشر كولومز تبعتي اللي انا بدي استخدمها. لو كنت انا بدي اتعامل مع نيوميريك بس، فايش بدي احط فيه؟ الايج وهذا الاتريبيوت
ثلاث تي بي اس و الشول والهاي وهاي كل الفيتشرز كلها، هذه كلها عباره عن نيوميريك فيتشرز. لو بدي اتعامل مع بوكيتايزد فيتشر ايش بده يكون؟ انا عندي الايج، ولو بدي اتعامل معها اعمل وان هوت انكودينج بدي اطبقه على الثال، ولو بدي اعمل امبيدنج ممكن برضو اطبقه على الثال، ولو بدي اعمل كروسنج ممكن اطبقه على هذا. ملخص لكل الكلام. فبالتالي هنا ممكن بعد ما انا اختار الفيتشرز اللي انا بدي اياها، سواء كنت بدي اشتغل على نيوميريك فيتشرز او بدي اشتغل على بوكيتايزد او اي واحدة من هدول، بروح بعمل لاير بستقبل هدول الفيتشرز، اللي هو فيتشر لاير بتساوي تي اف كيراس لايرز دنس فيتشرز، مش دنس لحال، دنس فيتشر ايش بنديله؟ الفيتشر كولوم. فبالتالي هنا بروح بستقبل هذا اللاير، هو الانبوت لاير اللي بستقبل انا عندي الفيتشرز البيانات. كيف الكوليسترول في الدم؟ طيب فخلينا هنا نعرف الفيتشر لاير، او هذا اني اشغله قبل، وهذا لاحظ انه الفيتشر كولوم هذه ايش عمل؟ ابند هذه الفاضيه ايش عمل؟ ابند فيها، عمل ابند لهدول الفيتشرز كلهم، والايج بعد البوكيتايزيشن. وهذا الفيتشر بعد الوان هوت انكودينج، وهذا الفيتشر بعد الامبيدنج. فبالتالي كلهم موجودات، صار كلهم موجودات في هذه الليست الفاضيه، كله بعد ما يخلص بروح بعمل له ابند. وهنا برضه نفس الفكرة أبند، تمام؟ فهذا الفيتشر لاير في كل الفيتشرز، في الايج كنيوميريك وفي الايج بوكيتايزد، تمام؟ ممكن أعمل دروب لواحد منهم، أو ممكن أخليه يتعلم عليهم كلهم. فهي بطبق هذا الكلام غيرت انا عندي الباتش سايز ل 32 نعم. وبعديها هنا ايش سويت؟ عملت موديل سيكوينشال، ايش حطيت فيه؟ الانبوت لاير اللي هو الفيتشر لاير، وبعديها طبقة ثانية 128 نيورون، طبقة ثالثة 128، واخر طبقة فيها نيورون واحد. ليش؟ لأنه الطبقة هاي تعمل بريدكشن ل 1 و 0 إذا كان مصاب أو غير مصاب. سقعد بعمل كونكشن. شوف هنا الباراميترز، كيف؟ وين؟ في أي سطر؟ هذا دنس لاير، معناها إنه أنا عندي لاير عادي، إنه هنا في عندك هنا أنواع كثيرة من اللايرز. فينا عندي الكونفولوشن لاير، وفينا عندي الدنس لاير. الدنس لاير بيكون فولي كونكتد، يعني كل نيورون متصل باللاير اللي بعده في كل نيورون فيه بهذا الشكل.
machine learning for everyone. هاي معناها الدنس. دنس بالضبط. انه انا عندي طبقة من نيورون، كل واحد هاي شايفة في كونكشن، يعني هذا النيورون متصل بكل النيورونز في اللير اللي بعد. هاي معناها الدنس. فبالتالي الشبكة انا عندي مكونة من اول طبقة اللي هي الفيتشر لاير. وين عملناها؟ هاي في هاي الخطوة فيتشر لاير، هاي عملنا لها دنس فيتشر. هاي هاي الاختلاف دنس فيتشر، انه بتكون عددها على حسب الفيتشر كولومز اللي احنا ضفناه. تمام. الطبقه الثانيه كم نيورون فيها؟ 128. الطبقه اللي بعديها 128. كل نيورون هنا متصل بكل النيورونز بالطبقه اللي بعديها، وهي الاكتيفيشن فانكشن ريلو. كذلك للتاكيد الاكتيفيشن فانكشنز ممكن ترجعي لها من هنا. هاي في هنا عندي اكثر من اكتيفيشن فانكشن، حكينا انه شائعة الاستخدام حاليا ريلو. ريكتيفايد لينير يونت. تمام. واخر واحدة وان نيورون، لانه طلع هنا على الفيتشر كولوم اللي تارجت تبعي بالضبط ترو او فورس، فبالتالي بيكفي فيه نيورون واحد بيطلع يا زيرو يا واحد. تمام. فهي الشبكة بعد ما ظبطنا الفيتشر وعملنا لها كومبايل، استخدمنا ادم اوبتمايزر، حددنا اللوس والمتريك. تمام. نعم هذا الكومبايل. طبعا انا عندي في تعريف النتورك في تنسر فلو او في الكراس يعني معروفه. اول حاجه تعريف الشبكه، ثاني حاجه بعمل كومبايل للموديل، ثالث حاجه بعمل فيت وفيت وبريدكت وايفالويت. هاي الخطوات انا حاطط لكم اياها على السايت، بس بتلاقيها هنا بشكل فيجوالايزد. هاي طبعا الانالايز داتا سيت وبريبير وهي الشغلات، انه اوكي معروفه بالنسبه لنا. فكرييت موديل، كومبايل موديل، فيت، ايفالويت، واشوف السمري في النهايه. فبالتالي هاي الخطوات معروفه في الكراس. الان بالنسبه للكرييت، مجرد انه انا ككود ايش اسوي؟ اعرف اللايرز واقول له خلي الطبقة هذه، هاي الطبقة الأولى، هاي الطبقة الثانية، هاي الطبقة الثالثة، ايش بعرف فيها تفاصيل؟ كم نيورون فيها؟ شو الاكتيفيشن فانكشن؟ كل البارامترز تبعتها. هاي خلصنا تعريف الموديل اللي هو الشبكة النيورال نتورك. بعديها في الكومبايل بدنا نوصلهم مع بعض هدول الطبقات، وايش بدنا نسوي؟ نحدد الاوبتمايزر. الاوبتمايزر هنا بترجع على الليستة، في انا عندي عدة اوبتمايزرز في الكراس، في انا عندي عدة اوبتمايزرز اكثرهم شيوعا اللي هو الادم. ايش وظيفة الاوبتمايزر؟ يعمل لي اوبتمايزيشن للويت، كل مرة يعدل الويت بحيث انه يقلل اللوس. هاي فكرة الاوبتمايزيشن. تمام. اللوس فانكشن، كيف بدنا نحسب اللوس؟ كيف بدنا نحسب الايرور؟ بحدد طريقة حساب الايرور اللي هو باينري كروس انتروبي. ليش باينري؟ لانه النتيجة ايش بتطلع معي؟ 0 1. كمان مرة ايش اللوس اللي انا بستخدمه؟ في انا عندي هنا حطيت لكم في الليستة مجموعة من اللوس فانكشنز، يعني لو كان نيوميريك ممكن يكون مين ابسوليوت ايرور او مين سكويرد ايرور. تمام. بعديها المتريكس، كيف بدي اعمل ايفالويشن على التست؟ ايش المتريك اللي انا بدي استخدمه؟ هل هو اكيرسي؟
او مين ابسوليوت ايرور او مين سكويرد ايرور. حكينا في النومينال بستخدم اكيوريسي لانه هذا نومينال بنعتبره يا اما 0 او 1 تو كاتيجوريز. اذا كان نيوميريك ريجريشن بروبلم يعني انه هو يتنبا بسعر البيت او يتنبا باستهلاك الوقود في السياره زي الام بي جي مثال الام بي جي بستخدم مين سكويرد ايرور او مين ابسوليوت ايرور. تمام. بعديها الخطوه اللي بعديها زي ما شفنا هنا في الرسمه بعد الكومبايل هنا فيت بعد الكومبايل فيت فيت يعني تريننج. بعد ما نخلص للفيت بنصير بنقدر نعمل ايفالويشن. فايش ادينا له لترين دي اس والفاليديشن داتا اللي هي دي اس وحطينا له انه عدد الايبوكس 5. تمام. فهنا لاحظوا انه ادينا له ترين والفاليديشن عشان يعمل باراميتر تونينج. وهنا ايش ادينا له في التست. يبقى الثلاثه بارتس اللي احنا قسمناهم في الاول استخدمناهم. هاي البارت الاول هنا وهاي البارت الثاني عشان الباراميتر تونينج. يبقى هاي الترين فاليديشن في الفيت وفي الايفالويت ايش استخدمنا التست التست سيت. فقديش انا عندي الاكيوريسي انا عندي 4 او 75. نعم الفيت في البدايه بتعمل ترين للموديل بعديها بتحسب له الاكيوريسي. طيب حاجات هذه ال 75 كويسه انا ضفت فيهم كل الفيتشرز. ممكن ايش اسوي؟ نرجع للخطوه هاي هاي الفيتشر كولوم. ايش سويت؟ اخذت النيوميريك هاي وعملت ابند بعديها البوكيتايزد عملت ابند بعديها الون هوت انكودنج عملت ابند. يبقى كلهم موجودين بالضبط. فممكن اعمل دروب لاتريبيوتس معينه واشوف النتيجه بعد هيك كيف هل قديش تطلع معي. تمام. فهذا الاكسرسايز بيخليك انه انت فعلا تتعامل مع الفيتشرز بعده طرق. الملخص كم طريقه احنا اخذنا بوكيتايز هي الاشهرهم يعني الطرق المعروفه انا عندي في التنسور فلو البوكيتايز وايش كمان الوان هوت انكودنج الامبيدنج كتير مستخدمه زي ما حنشوف هالجيت في السنتمنت اناليسيس. وايش كمان ايش هي الهاشنج. نعم عشان راندوم في الهيلث سيئة نتيجة. احنا حكينا انه قد يعني ممكن انا احدد قديش انه هي مقدار انه سيئة. اول حاجة الداتا ست هاي صغيرة. قديش عددها كان؟ لانه في المئات يعني مش اشي. هاي الشغلة. الشغلة الثانية انه بدي اشوف قديش مقدار ال state of the art بالضبط. فبالتالي بقدر احدد انه هذه كويسه او سيئه. فبالتالي لو كان الستيت اوف ذا ارت مثلا 70 وهنا 75 لا وضع كثير كويس. قصدي كان ممكن واحد يتعامل بالفيتشرز يعطيه ويز اكثر. صحيح. ما انا حكيت انه طرق مختلفه للفيتشرز وكلها عملت لها ابند. فبصير هنا اكسرسايز انه انا ممكن اعمل دروب لشغلات معينه بالضبط بالضبط. فهاي بدي اخليكم انتم تعملوها كاكسرسايز هالجيت تطبقوها تحاولوا انه تشغلوا كل السيلز هذه. بس هنا في هاي السيل اللي رقمها مش عارف قديش رقمها هنا اللي فيها الفيتشر كولوم فاضيه هنا هنا بعمل ابند ابند. حاول تعمل مثلا كومنت لا لا بالضبط. او هنا اعمل دروب للايج مثلا. هاي لو انا بدي اشيل الايج لانه احنا حاطينه هنا بوكيتايزد بس لا حاطينه هنا بوكيتايزد. هيو عامله ابند بوكيتايزد يعني ضايفه مرتين ضايفه نيوميريك وضايفه بوكيتايزد. فبالتالي هنا ايش بدي اسوي؟ عادي بدي انسخها زي هيك بس عشان انه اخلي الكود الاصلي. تمام. والايش ما بدي اشيله. تمام. وايش كمان الثال الثال عملت له one hot encoding فبالتالي هاي بدي اشيله من هنا كمان. وين الثال؟ شايفين معايا؟ مش حاطه. مش حاطه خلاص.
طيب شو كمان عملنا؟ embedding للثال بالضبط. فبالتالي هنا نختار انه ثال one hot encoding ولا embedding. خلينا نجرب ال one hot encoding. ال embedding هنا مش عمل كتير لانه اصلا ثلاثة categories يعني مش كتير انه بالضبط. والكروس فيتشرز ما بدناش اياها، ممكن نجرب زي هيك. فبالتالي هيك بشغل وهنا بنعرف ال... فبالتالي هنا الدنس فيتشر بيروح بياخد الدايمنشن تبعته من عدد الكولومز اللي هنا، وهنا بنرجع بنعرف الباتش بنقسم هاي الموديل بنرجع نعرفه الثاني ونعمل خلص. معقول خلص بشكل سريع ونشوف الاكيورسي 70 نزلت. فبصير انه نخلي الامبيدنج ونشيل الون هوت انكودنج وهكذا. هاي المقصود بهذا زي هيك. انا لا كانت 75 في الاول. كانت 70 في الاول. كانت 70 في برضو عامل الشفل. لا انا عارف ان تاني مساس الاول ران ما طلعت زي حتى اعمار حاجات كده زي شفل. من عندي كيف ده تبدين على عنده بالضبط. تمام. فهذا المثال التعامل مع الفيتشرز واضح يا جماعة؟ واضح يا جماعة؟ واضح؟ 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 تمام؟ واضح؟ فل اوبشن بتحداك انه واضح بالنسبة لإلك. لما نعمل سيف ايرور لا انت عندك هنا انه بيكون محفوظ نوت بوك فبدك تحفظيه كبايثون كود. استني ازغر هذه وزي هيك. داونلود بي واي. بي واي بتفتحيه على البي شارب. هذه اي بي واي ان بي بتفتحيه على الجوبيتر عندك. تمام؟ اي اي دي اي واي ان دي. هو بي واي اخر واحد تحت. نعم. تظهرش عندك؟ لا انا مش شايف. شو مش شايف؟ انا ما لقيتش حاجه. طيب ناخذ المثال اللي بعده. فهنا في التنسور فلو شفنا كيف نتعامل معه في المثال الأول والثاني مع images، أو عفوا في المثال الأول مع images. تمام. والمثال الثاني كذلك مع numeric data أو structured data. شفنا كيف نتعامل مع الفيتشرز. خلينا نشوف كيف نتعامل مع التكست. بديكم تركزوا معايا هنا في التكست من البداية. فافتح معايا هذا الاكزامبل. إذا أنت كنت تايه إنه أنت وين تروح، تفتح أنا عندي على السايت. تمام. بتروح هنا على هذا الكاتيجوري أو هذا التاج Data Science، وبتروح تلاقيها هنا أول article اللي هو Selected Keras Documentation from TensorFlow. فهنا من الإكزامبلز اللي أنا بشرح منها، أنا في عندي Basic Text Classification. افتح لي. خلينا كلنا نفتح مع بعض. يلا خليني افتحه هنا على الكولاب.
طيب اول خطوه معانا انه احنا بدنا نتعامل مع داتا سيت اسمها IMDb movie reviews reviews بالضبط. نعم موجوده في الكيراس. نعم قديش بتحتوي؟ بتحتوي على 50,000 movie review. من وين؟ من هذا السايت اللي هو الانترنت موفي داتابيس. هذا عباره عن ويب سايت قاعده بيانات لكل الافلام، تمام، معلومات عنها، ايش القصة تبعتها، مين الممثلين، سنة الانتاج، مين المخرج، بالاضافة في بتلاقي تحت ريفيو مراجعات لهذا الفيلم، هذا الفيلم ممل، هذا الفيلم شيق، هذا الفيلم هذا الفيلم ركيك، بالضبط بهذا الشكل. فبالتالي هنا بدنا نحاول نحن نعلم الماشين انه تعمل كلاسيفيكيشن لتو كلاسز اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف. نعم هل الريفيو هذا بوزيتيف او نيجاتيف؟ يعني على سبيل المثال هذا الفيلم روعة، هذا بوزيتيف. نيجي ريفيو تاني، هذا الفيلم ممل، نيجاتيف بهذا الشكل. تمام بعد ما نزلنا الداتا سيت بدنا نعمل داونلود للاي ام دي بي لانه هي اصلا موجوده في الداتا سيت، فاوتوماتيك بيعمل داونلود وهي اصلا مرتبه انه لترين وتست. ترين داتا ترين ليبل، تست داتا تست ليبل، اي ام دي بي لود داتا. تمام وهنا حكينا انه نمبر اوف ووردز 10,000. هاي الشغله كتير مهمه. هنا احنا عملنا ليميت لعدد الكلمات كفوكابلري انا عندي كمفردات موجوده انا عندي في الداتا سيت هذه ل 10,000. معنى ذلك انه الداتا اللي خارج ال 10,000 او الريفيوز اللي فيها كلمات خارج ال 10,000 هدول بيصير لها ديسكارد، بيصير لها ديسكارد. تمام السبب في ذلك انه احنا بدنا نحافظ على مانجبل سايز للديتا انه نقدر انه احنا نتعامل معها. بامكانك انه انت تحمل الداتا سيت كلها فبالتالي يكون حجمها كبير، بس هنا خلينا في هذا التمرين انه احنا نعمل الليمت ل 10,000 كلمه. طيب نستكشف البيانات، نستكشف البيانات نشوف قديش انا عندي عدد الريفيوز وقديش عدد الليبل. فقديش طلع معي؟ 25,000. هنا قديش حكينا انه السايز تبعها كلها بالكامل 50,000. لا مش قسمها بالنص. كيف؟ مش بالضرورة. وين قايل انه هو نص بالنص؟ 25 ريفيو في الترين و 25,000 للتست. اوكي يبقى الداتا ست ار بالانسد. اوكي تمام. هجيت هورجي لك انه ايش مقصود هنا بالديسكارد، لانه احنا عملنا ليميت لعدد الكلمات ل 10,000. الباب الله يسعدك. طيب هنا معنى هذا الكلام انه احنا لما نعمل لود للداتا سيت ب 10,000 زي ما حكينا انه الريفيو بيتحمل بس بيصير ديسكارد للكلمات اللي خارج نطاق ال 10,000. ال 10,000 هذول زي ما حكينا انه الموست فريكوينت، الموست فريكوينت الاكثر تكرارا بالضبط. تمام فهنا حملنا شفنا قديش طول الداتا سيت الترين 25,000. نشوف اول بيان، نشوف اول اكزامبل، اول ريفيو. ايش بتلاقي قدامك؟ عباره عن ارقام. نعم هذه الارقام عباره عن ديكشنري، هو اصلا مبني مسبقا انه كل كلمه في لها كي
يبقى الكي هي الكلمة والفاليو هي الاندكس تبع الكلمة هاي. تمام؟ يعني على سبيل المثال انه في هذه الريفيو انه انا في عندي مذكور الكلمة الاولى في القاموس تبعنا والكلمة 14 والكلمة 22، كل كلمة في لها اندكس بهذا الشكل. هجيت حنشوف كيف بدنا نعمل ديكود للكلمات بالضبط، بحيث انه احنا نرجعها لكلمات. نشوف الان الترين والتست، عفوا نشوف قديش طول اول ريفيو وثاني ريفيو. قديش؟ 218 و189. معنى ذلك انه هل الريفيو طولها واحد؟ لا. ايش بنفهم من هذا الكلام؟ انه احنا بنتعامل مع unstructured data، مش زي الصور. انا عندي 28 × 28 او مثلا 600 بكسل × 400 بكسل. بالضبط unstructured. ومش زي الام بي جي داتابيز انه انا في عندي فيتشرز محدده. لا، فهذه في عندي مشكله بدي اتعامل معها في الاول. طيب خلينا نشوف كيف ممكن نحول الانتجرز هدول لوردز. في انا عندي هنا في الاي ام دي بي في عندي ميثود اسمها جيت وورد اندكس، تمام؟ لانه هي عباره عن ديكشنري، تمام؟ الوورد اندكس بيساوي ضفنا عليه ايش؟ الكي والفاليو زائد 3 فور كي في للوورد اندكس دوت ايتمز. معنى ذلك ان انا خليت اول 3 محجوزات، اول 3 محجوزات V زائد 3. ايش هم اول 3؟ انا عندي الاندكس الاول ايش هو؟ بادينج، حشوه. مش احنا بنتعامل مع ريفيوز باطوال مختلفه، فبالتالي انه هذه كيف بدنا نخليها انه طول ثابت؟ انه بنحط هنا حشوه في هذه عشان تصير قد هذه، او العكس عفوا، بنحط حشوه في هذه. قديش الحشوة انه الفاليو تبعتها؟ زيرو. وايش في عندي كمان؟ ستارت. هنا هذا بدل على بداية الريفيو، تمام؟ وايش في عندي كمان؟ unknown، وفي عندي unused. unknown معناها out of vocabulary، خارج 10,000. نعم. الانيوز موجوده ضمن ال 10,000 ولكن مش مستخدم. بالضبط. فهجيت هنا بروح بعرف ريفرس وورد، هذا عباره عن ديكشنري. ايش عملت؟ عكست الفي الفاليو والكي. هيو فاليو كي فور كي فاليو، بس هاي كل القصه. والفاليو هذه ما بتتكررش، فبالتالي امن جدا انه انا احط اقلبهم انه احط الفاليو كي والكي فاليو. لو بتتكرر الفاليو لا مشكله. والكي بتكرر، لانه احنا فعليا حاطين لكل كلمه اندكس واحد. يعني هنا لما كلمه 14 هي مثلا نفترض انه جو، خلاص 14 راحت لجو، فبالتالي بتلاقيش اي كلمه ثانيه انه الفاليو تبعتها 14 اندكس. فبالتالي انت لما تعكس عشان احنا نقدر نجيب نعمل لوك اب وتقول له حقيقه انت احنا عملنا انكودنج، ايش جبنا؟ الكلمة رقم 1، الكلمة رقم 14، احنا بدنا نستبدل، ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له كلمة 1 ايش هي؟ فبروح بيجيب الفاليو تبعتها، فبتصير الواحد هي الكي والفاليو هي الكلمة نفسها. هاي الداتا بتخزن في اللوك اب تيبل، الرقم والكلمة رقم في ايش؟ اللوك اب تيبل. في ديكشنري، ديكشنري عادي في البايثون زي ما احنا اخذنا. تمام؟ فهنا بعرف يوتيليتي فانكشن ديكود ريفيو، فبروح بعمل جوين وبروح بعمل get الاي بعطي له الفاليو، تمام؟ ويفترض يرجع لي بعطي له عفوا الكي اللي هو عباره عن الاندكس، ويفترض انه هو يرجع لي الفاليو. خلينا نشوف نعمل ديكود لاول كلمه لاول ريفيو. شايف كيف اول وحده عباره عن ستارت، بعديها هنا this film was just brilliant casting location. واضح انه هذا بوزيتيف، صح؟ لانه ايش بيحكي؟ This film just was just a brilliant casting location scenery story الى اخره. تبع معايا كمان، تبع معايا ايش بتلاحظ هنا؟
شو بتلاحظ هنا؟ النون. ليش هاي الكلمة احنا حطيناها هاي؟ مش بالضبط. ليش احنا حطينا ليميت لعشرة آلاف؟ لانه احنا بدنا نعمل ليميت للدايمنشن. لو حطيت كل الهادي بتصير النتورك كتير كبيرة، كتير هيوج. فبالتالي احنا بنحط ليميت للكلمات اكتر 10,000. ممكن تزودها تحط اكتر 20,000، ممكن تقللها، ممكن تحطهم كلهم لو انت عندك الماشين باورفول وتشوف وتجرب. لكن الافضل انه انت تحط ليميت لعدد للموست فريكوينت وورد، وهذا الاشي شائع في النيورال نتورك. تمام. وهي هاي كمان كلمة unknown، كلمة نادرة، نادرة تكرارها نادر جدا، فبالتالي فيش داعي انه انت تحطها وتحط اللي إلها نيورون وتكتر الدايمنشن. تمام. هاي التويتة او عفوا الريفيو للموفي انه زي هيك. ممكن انه نشوف ناخد كمان واحدة. فبقول له هنا نفس هذا الكلام وبقول له واحد او هاي اثنين، نفس الفكرة. start this has to be one of the worst. هاي لحسن حظنا انه هاي طلعت الاولى positive والتانية negative، انه هاي مثال على البوزيتيف وهي مثال على النيجاتيف. نخلي الماشين لوحدها او النيورال نتورك لوحدها تعرف مين البوزيتيف ومين النيجاتيف. نعم. فاول نروح لاول خطوة، انه احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل prepare للبيانات تبعتها. في عندي طريقتين للتعامل مع انه احنا نحضر فيها البيانات كتكست للنيورال نتورك. الطريقة الأولى انه اروح اعمل array vector مكون من zeros و ones. تمام؟ وهذا قديش بيكون الفيكتور هذا؟ يعني على سبيل المثال لو عندي انا 10,000 document واحنا حطينا الفوكابلري سايز تبعي 10,000، قديش بيصير؟ قديش؟ 10,000 في 10,000. متخيل قديش انبوت نيورون؟ نعم. هجيت هذا الفاليو اللي هنا كيف؟ دوكيومنت وورد ماتريكس، هذا اسمه دوكيومنت وورد ماتريكس. اورجي لك صوره له. لا هذا term to document. لا هذه هاي document 0 document 1 2 3. تمام. هيك بيكون documents وهنا terms بهذا الشكل. فبالتالي دوكيمنت واحد الترم هذا ظهر 10 مرات، ترم واحد، ترم اثنين ما ظهرش ولا مرة، زيرو بالضبط. هجيت هنا بده يصير استبدال للأرقام هدول. احنا حكينا انه زيروز وان هنا حسب ما حكينا، ايوه زيروز وان، فبالتالي ظهرت او ما ظهرتش مش فريكوانسي بالضبط. فبالتالي العشر هذه حتصير واحد، زيرو زيرو ستة حتصير واحد، 0000 بهذا الشكل. فبالتالي بيولد انه يكون في عندك sparse matrix. sparse matrix ركز معايا. تمام. هذه الطريقه الاولى ومش محبذ انه انا استخدمها، لانه بيسبب انا عندي انه يكون بيستهلك ذاكره كثير عاليه بالضبط. وغير هيك انت بتحجز في الذاكره، يعني انه مساحه كبيره ويعني بدك ذاكره كتير عاليه، يعني اجهزتنا العاديه ما بتقدرش انه تعمل لود لنتورك بهذا الشكل. الطريقه الثانيه والاذكى انه احنا ايش نعمل؟ نعمل امبيدنج اللي احنا مر علينا قبل شويه. فبالتالي بروح باخذ الكلمات المشابهة بعملها ماب ل one dimension. زي ايش كلمات مشابهة بتشبه بعض؟ brilliant, amazing, exciting. بالتريننج هو لحاله انه بشوف انه الكلمات هذه بتيجي مع بعض.
تمام. فبالتالي انت بتلاقي انه في الريفيو انه الكلمات اللي عارضا لها علاقه مع بعض انه بتتكرر معك في اكثر من ريفيو، فبالتالي بتكتشف انه في علاقه بيناتهم. يعني على سبيل المثال كلمه مجلس الشعب، كيف وين ما انت تروح، وين في اي دوكيومنت انت بتلاقيه، كل ما تلاقي كلمه مجلس حتلاقي كلمه شعب. هدول الاثنين بصير لهم، فبالتالي صار ريدكشن، بدل ما صار اثنين صار في 1. فبالتالي واضح ايش مفهوم الامبيدنج بالضبط. بالضبط هذا لو انا بحكي على كلمات انه متجاوره، وغير هيك غير هيك كلمات ما يعني، حتى لو كانت انه في مسافه بيناتها. يعني مثلا على سبيل المثال كلمه شاطئ وكلمه اجازه، وين ما تلاقي في شاطئ بيلاقي انه اجازه، فهدول شغلات لهم علاقه مع بعض، فبروح بعملهم مابينج في 1 دايمنشن ريدكشن. تمام. فهو statistically انه مع كتر الاكزامبل بيقدر انه يلقط هدول العلاقات مع بعض مع التريند، ضبط الويتس هو لحاله، هو لوحده بيعملها. بس من وين بيجيب هاي المعلومات؟ من التريننج داتا. تمام. فهاي الشغله ايش بتسبب عندي؟ انه بنقلل الدايمنشن بشكل كبير، فهذا اللي احنا بدنا نستخدمه. تمام. فهنا اول حاجه بدنا نسويها، بدنا نعمل حاجه اسمها باد سيكونس. باد يعني انه بدنا نعمل حشوه بالضبط، وبدنا نعمل الانبوت. انا عندي قديش، او عفوا الماكسيموم لينث، انا عندي 256. تمام. ايش بدي له؟ كيف بالضبط حكيت كله بدنا نثبته يصير 256. نعم. يعني اللي اقل من 256 بنعمل له بادنج بزيرو بالضبط. هاي تريننج داتا الفاليو، بنعمل بادنج. الفاليو تبعت البادنج من وين بجيبها؟ هاي راح يرجع لي زيرو، نعطي له كي بروح برجع لي الفاليو زيرو. تمام. بالضبط استراكشرد كله نفس الطول، لانه انا بتعامل مع انستراكشرد داتا. فشوف هنا كيف شكله بعد ما نطبق هذا الكلام. هاي طول الاولى وطول الثانيه 256 و256، وهنا بالضبط عمل لي هذه ماتريكس طول هاي الكلمه الاولى، الكلمه 14 نفس المثال تبعي. تمام. لغايه الاخر هنا ايش هاي الحشوه. البادينج للبوست اللي لانه في عندي حشوه على مقدار على مستوى الدوكيومنت كله، او في على مستوى الاحرف، او على مستوى يعني مثلا بدي الكلمات نفس الطول كلها. بالضبط. فبالتالي مثلا هنا على مستوى الكلمه انه على سبيل المثال انه مثلا هلو هذه بالضبط، انا عندي هاي حرف 2 3 4 5 خمس احرف، وانا لو حطيت انا عندي سايز فيكس انا عندي 7، فبصير هنا بادنج 0 0 بهذا الشكل. تمام. شايفين الحشوه وين تحت معايا يا استاذ؟ تمام. طيب نيجي للموديل. بعد ما حضرنا البيانات نيجي للموديل اللي حيكون فيه لاير متعلق بالامبيدنج. فهنا نرجع بنذكر تاني انه عرفنا الفوكاب سايز، الفوكابلري سايز 10000، احنا متفقين عليه، ممكن هذا نزوده ونقصه، نعمل تونينج. اول بنعرف الموديل سيكوينشال بطبيعه الحال. اول لاير ايش نوعه؟ امبيدنج. بالضبط. ايش بنعطي له؟ الفوكابلري سايز 10000، وايش حيرجع لي؟ هذا الانبوت. الاوتبوت حيرجع لي 16 نيورون، 16 كونكشن. ليش 16؟ لانه اللاير اللي بعده 16 وفي بيناتهم امبيدنج، في بيناتهم افريج بولينج 1 دي. نعم.
لانه انا مختار انه نتورك انا 16 ممكن تعملها 32 ممكن تعملها 128، فبالتالي هنا لو هذه الطبقه بدها تكون 128 هنا بدك تحط 128 عشان يطلع لك اياهم شبك لك اياهم سوا. تمام، يبقى هنا كيراس لاير امبيدنج، هذا هو الامبيدنج لاير. ايش بيسوي؟ بياخذ ال 10000 تمام وبيطلع لي 16 بيعمل لي مابينج بالضبط بهذه الكيفيه. هجيت الويتس هو راح يظبطهم وراح هو راح يحدد الكلمات اللي لها علاقه مع بعض انه يعمل اكتيفيشن للنتورك انه تطلع في 1 دايمنشن. تمام، يبقى دائما بعد الامبيدنج ايش بروح باخذ اف جلوبال افريج بولينج 1 دي، لانه حتطلع انا عندي هنا الناتج ممكن يطلع انا عندي اطوال مختلفه، فبالتالي بروح بعملها افريجنج عشان انا اثبتها بنفس الطول. فبالتالي الفيرست لاير امبيدنج، النكست لاير هو عباره عن جلوبال افريجنج بولينج، ايش بيرجع لي فيكست لينث اوتبوت، لانه زي ما حكينا انه الناتج اللي بطلع انا عندي variable length، فبالتالي بروح بعمل له averaging عشان يطلعه fixed. تمام، فبالتالي دائما خد في عين الاعتبار انه embedding بيجي بعده global average pooling، وبعديها هاي طبقة dense وهي طبقة الoutput اكم فيها neuron. ليش zero positive او ممكن العكس zero negative وواحد positive؟ شوف السمري تبع النتورك، كم باراميتر؟ 160,000 باراميتر بهذا الشكل. هنا لاحظ انه 16 في 10,000 بيطلع 16,000، 160,000 عفوا. تمام، نعرف بعد هيك نفس الخطوات تتكرر معنا هيها، فبالتالي اللي فاتته فرصة انه هو يستوعب خلاص يفترض انه ملوش حجة. في الكومبايل ايش بسوي؟ اوبتمايزر لوس ماتريكس، خلاص يعني هاي الشغلات يفترض انه اساسية صارت بالنسبة لإلك، تعرفت عليهم كويس. اوبتمايزر ادم لوس، ليش باينري؟ زيرو واحد. تمام، الماتريكس اكيوريسي لانه هاي انه بنقدر نعملها ك يعني كاتيجوري بالضبط. خلينا بس نخلص ال 10 دقائق نحاول نخلص. هاي عملنا كومبايل. طيب نيجي ل الفاليديشن سيت. ايش المصطلح هذا فاليديشن؟ اكم بارت انا معايا؟ اكم بارت؟ بارت في الداتا سيت مش ليبل. ثلاثة. ايش هما؟ احنا لما قسمنا هنا في الاول ايش رجعنا؟ هاي هاي ترين data train label test، خلاص التست هذه بمسكهاش. بعديها باخذ الترين هذه بروح بقسمها لايش؟ ترين وفال. ترين وفال، يبقى في صار عندي ترين وفال وتست. ليش الفال؟ تونينج باراميترز. كم هائل من المعلومات؟ طيب حاجات الفاليديشن هنا قديش حجمها؟ الترين اصلا قديش حجمها؟ قديش حجمها يا حاوي؟ 25,000 والتست 25,000. يبقى هنا في الفال في هذه قديش اخذنا؟ ويبقى الترين قديش ضل؟ 15 كثير، 15 في يعني كثير من
لانه داتا ست كتيره 15000 كتير انف للتريننج. لو كانت لانه انا عندي شايفه قديش في عندي باراميتر تونينج، في عندي باراميتر تونينج للامبيدنج حجمه، يعني عارفه قديش الامبيدنج بده 160000 باراميتر، 160000 ويت. وايش في عندي كمان في النيورونز الثانيه؟ برضه في عندي يعني باراميترز كتيره بدي اعملها امبيدنج. فبالتالي هنا صفت الترين 15000 والفال 10000 والتست 25000. تمام، يبقى هذا الكلام طبقه للاكس وهنا للواي. فصل الكيرنل ف طيب هيك احنا قسمنا البيانات 10 15000 ترين، 10000 فاليديشن، و25000 تيست. نعمل ترين للموديل. في الترين للموديل ايش بنديله؟ بالضبط البارشال ترين اللي هي 15000 للاكس والواي، ليبوكس 40، هاي الباتش سايز، والفاليديشن هي اللي خلاص انه بعمل تونينج للبارميتر عليها اللي هي الاكس فال والواي فال، والتست للايفالويشن بس. هذا افضل اسلوب. تمام، يبقى هذا 15 اللي هي الاكس والواي، وهنا 10000 للاكس والواي. نعم، طبعا هنا الفيربوس بتساوي واحد، معنى ذلك انه الاوتبوت في كل ايبوك بروح بطلع لي فيربوس، يعني مش عارف ايش اترجم لك اياها ترجمه حرفيه، بس انه 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 طلع لي الاوتبوت بشكل ممل، تفصيل ممله يعني. فبتقول له لما تقول له واحد، لما تقول له زيرو لا ما طلع ليش تفاصيل، بس طلع لي نتيجه نهائيه. واحد بروح بيجيب لك تفاصيل كل ايبوك. فلاحظ هنا هاي شايف اول ايبوك، ثاني ايبوك، بجيب لك اياها في التفاصيل. فتخيل حالك انه انت ما عندكش 40 ايبوك، عندك مثلا 300 ايبوك، فبتصير انه الفيربوس هذه مش كتير يعني نقطه. زي المره اللي فاتت شفنا انه كل ايبوك انه اطبع لي نقطه. تمام، خلص التريننج. اخر حاجه اكيوريسي 97 واللوس 0.1. هذا تبع الفاليديشن. نيجي الان على التست. ايش ادينا له؟ التست داتا. هذه التست داتا انتشت خالص، يعني ما مسكناهاش خالص، فبالتالي نقضي على اي احتمال في التسرب في البيانات، انه خلاص هذا الموديل بنشوف فعليا انه قديش انه قديش النسبة بتطلع؟ 87. طلعت انا عندي 87%. هنا بحكي لي انه باستخدام advanced approaches ممكن نحن نقربها لل 95. تمام؟ نيجي نرسم جراف لل نعمل بلوت لل بالضبط للهيستوري. عشان هيك احنا شفنا الكيز عشان نشوف ايش الشغلات اللي بدك ترسمها زي المره اللي فاتت، نفس الاسلوب. فايش انا عندي؟ لوس اكيورسي، فاليديشن لوس، فال اكيورسي. ممكن نرسم الاربع شغلات هذول، وهذا نفس الكود اللي المره اللي فاتت بالضبط. بس هنا ايش راسم؟ انه حطت لي انه بده بلو دوتس، انه زي هيك، انه هاي اللون بلو، وهنا ارسم لي سيركلز. يبقى هذا البارامتر البي فور بلو والاو لا سيركلز، يعني حيرسم لي يعني بالضبط. شايف؟ فهذا خط انه عادي زي هيك، وهذا خط متقطع. فهجيت انه اللوس الايرور
بيجيل. والاكيوريسي يفترض انه في الرسمه اللي بعدها بتزيد. طبعا لما يكون في عندك انه الترين والفاليديشن طبيعي جدا انه الترينينج لوس والفاليديشن لوس، تمام، انه الفاليديشن دائما بيكون انه اعلى، الايرور تبعه اعلى، والاكيوريسي هنا الاكيوريسي تبعت الفاليديشن اقل. اما الترينينج لانه هي الترينينج بيانات تعرف عليها. وين العبره؟ العبره انه انت لما تجيب له اكزامبلز عمره شافها انه فعلا تختبره فيها بتشوف كيف اداؤه فيها بالضبط. كيف هذا على 25,000 التانيين؟ نعم، يعني لاحظ هنا في الايفال، في الايفالويشن هيو شايف هيو موديل طلع علي على اللوح هنا، طلع على سلاي على البروجيكتور. فهنا في الموديل دوت ايفالويت لف على 25,000 اكزامبل عشان يطلع لك النتيجه هاي. بالضبط. هو هناخذ المثال اللي بعده الكونفولوشن. خلينا نطلع هنا في الترتيب ايش بعديها. اوفر فيتنج واندر فيتنج وكونفولوشن. ممكن انه ناخذ كونفولوشن. خلينا نشوف اوفر فيتنج واندر فيتنج وبعديها ممكن نروح على الكونفولوشن، تمام، بس بعد البريك ان شاء الله. في حدا عنده سؤال يا جماعة؟ اللي بيسأل سؤال بنعطي له بونس. اللي بيسأل سؤال بدي له الشوكولاتة. خلينا نستعنف بعد ما خلصنا البيزك كلاسيفيكيشن اوفر فيتنج واندر فيتنج. هنا بدنا نشوف النيورال نتورك كيف بصير. انا عندي ممكن انه اكتشف الاندر فيتنج والاوفر فيتنج كيف اتجنبه. فلو فتحت معايا هاي هذا اللينك بعد البيزك كلاسيفيكيشن اوفر فيتنج اند اندر فيتنج وفتحت الكولاب، نعمل import لتنسرفلو برضو على نفس الموضوع على الـ IMDB، عشان هيك انه احنا كان ضروري نخلص للكلاسيفيكيشن اول وبعديها نشوف كيف ممكن انه نكتشف اذا كان في عندي في الموديل تبعي overfitting او underfitting. طيب احنا اتفقنا انه احنا بدنا نعمل ليميت لعدد الكلمات ل 10,000، تمام. بحمل الداتا سيت ترين داتا ترين ليبل تيست داتا تيست ليبل كراس داتا سيت اي ام دي بي لود داتا، وهنا بعطي له البارامتر هو عدد الكلمات، تمام. طيب بعد هيك راح استخدم المالتي هوت انكودينج بالضبط للفيكتورز اللي فيها زيروز و 1. هذه ايش بتسوي؟ انه على سبيل المثال انه انا في عندي السيكونس 3 و 5 في 10,000 دايمنشن كله حيصير 0 ما عدا الاندكس 3 والاندكس 5، فيبقى الوان هوت انكودنج بتطبقه على فيتشر واحد. المالتي هوت انكودنج هو نفس المبدا ولكن بيطبقه على كذا اتريبيوت. ف
فانا عندي هنا 3 و5 انه الاندكس 3 الاندكس 3 والاندكس 5 وانا في عندي 10000 دايمنشن فبالتالي بيعمل لي فيكتور طوله 10000 كله زيروز ما عدا الثلاثة والخمسة وحايد بالضبط. فهذه هي الدالة تمام. وبروح بطبق هذا الكلام على الترين والتيست. وهنا نعمل بلوت لأول عنصر طبعا البلوت هنا قديش الرينج تبعه من 0 ل 10000 وهنا 0 1 فهنا الفيكتور هذا ايش الوحايد اللي فيه وايش الاصفار اللي فيه فبالتالي كل ما الاقي واحد بلاقي فيه عمود زي هيك انه مرسوم الاصفار انه مش مرسوم شيء يعني انه هذه الكلمه موجوده الكلمه هذه الاندكس اللي هنا في هذه المنطقه تمام 0 موجود 1 موجود 2 موجود وهكذا طيب نيجي الان نفهم مفهوم الاوفر فيتنج عشان نعمل مفهوم الاوفر فيتنج بدنا نعمل حاجه اسمها بيس لاين ايش البيس لاين مكون مكون من شبكه عاديه تمام فبالتالي انا عملت دنس لاير 16 الاكتيفيشن ريلو والانبوت شيب هنا استخدمت امبيدنج لا قديش انا عندي حجم الانبوت ال 10000 وهنا كوما مصيوب فاضي حسب السايز تبع الداتا سيت بالضبط اللاير اللي بعده 16 واخر لاير 1 هاي اوبتمايزر ادم باينري كلاسيفيكيشن بالاضافه لاكيوريسي وباينري كروس انتروبي هذا الموديل الاول تمام فمش مستخدمين فيه وورد امبيدنج مدخلين الكلمات هيك زي ما هي حسب ال 10000 هذول وهي البيس لاين هيستوري 20 ايبوك في الخطوه اللي بعديها بدنا نعمل سمولر موديل شوف كيف سمولر انه هنا كان في الاول انا عندي 16 16 1 بس هنا 4 4 1 طبعا الانبوت ثابت الانبوت شيب ثابت هاي بس هنا الموديل اصغر فبالتالي عمليا احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل ثلاث شبكات. شبكة كبيرة، شبكة صغيرة، وشبكة متوسطة. تمام؟ يبقى هاي السمولر موديل. واحدة موديل لحال. صحيح. بالضبط، ونعمل مود بلوت. نعمل بلوت للثلاثة موديلز ونشوف مين اللي صار فيها اوفر فوتنج. هنعمل ثلاثة نيورال نتورك. هنعمل ثلاثة بالضبط. هنحدد الحجم نعم. هاي اخر ايبوك هاي خلص الموديل الاول نعرف الموديل الثاني 4 4 1 ونعمل له ترين كل واحد في موديل لحال هذا اسمه سمولر موديل والهيستوري تبعه سمولر هيستوري بتعلم بشكل اسرع لانه الشبكه اصغر هو فعليا مش متعلم بشكل اسرع فعليا انه بنقدر نقول انه بيخلص التريننج بشكل اسرع لكن انه هو هل هو تعلم كويس او لا لا هذا موضوع ثاني فبالتالي هنا بياخذ وقت نوعا الايبوك بتاخذ 3 سكند اما هنا الايبوك برضه 3 سكند اخر ايبوك هيك خلص نيجي للبيجر قديش 512 512 1 والانبوت هنا ثابت تمام فبالتالي عندي الشبكه الاولى قديش 16 16 1 الشبكه الثانيه قديش 4 4 1 والشبكه الثالثه 512 512 1 وهي نعملها كومبايل طبعا
طولت شوية لأنه حجم النتورك كتير كبير، فعدد البارامترز كتير هائل، 5 مليون بارامتر. وهي الترينينج. أول إيبوك طول أكثر من 3 ثواني. بين 16 والأربعة مش فرق كتير، أخذت 3 ثواني. بس هنا 512 لا، أخذت 15 ثانية في الترينينج. فبالتالي المقدر إنه قديش هيقعد، 15 في 20 إيبوك قديش؟ 300 دقيقة. هياخد له شوية وقت. كان بإمكاننا من البداية هنا إنه إحنا ننزل بدل التنسر فلو عادي، ننزل التنسر فلو داش جي بي يو عشان إنه نستخدم نستغل الجي بي يو نستي يعني إنه نستفيد منه أكثر. ف في 6 خلينا نجرب هذه الشغلة، خلينا بعمل له هنا ستوب. وقف تمام. وهنا بننزل تنسر فلو جي بي يو داش جي بي يو. فهنا لما ارجع انزل تاني اكيد حيطلب مني نعمل ريستارت، وهنا نحدد انه الران تايب جي بي يو. هاي ريستارت للران تايم. خلص الريستارت. كيف؟ عشان هيك انا حطيت الجي بي يو بس. هنا مش رح ينفع معايا اني استخدم الجي بي يو من البداية لانه بدي احط شغلة configuration معينة لها علاقة ب انه انا احط تمكين للديفايس. هذا حنشوفه في الconvolution. فهنا نرجع نعمل reconnect. كيف؟ لا انه حجم النتورك كتير كبير، فبالتالي انه كان بياخد معاي وقت، كنت بحاول انه انا استخدم الجي بي يو. فبالتالي هنا في كمان تاني بدي احطه مع الجي بي يو غير التنسر فلو، غير ما بحيث انه يستغل الجي بي يو. اوكي هاي تحميل الداتا سيت.
هذا البلوت، هذا البيس لاين 16 16 1، هذا التريننج تبعه، في حدا خلص معاه التريننج لللارج نتورك؟ خلص؟ مايل ثلاثة. هذا السمولر موديل وهاي الترين تبعه، بعد هيك هاي البيجر خليني اشغله تاني واشغل هذا بداله بعده انه هو في الانتظار. اوكي طيب هذا اللارجر موديل يفترض انه وين وصل؟ هاي في اخر خلص هكذا وصلنا للبلوت. ايش بتلاحظوا في هذه الرسمة؟ ايش انا في عندي؟ البيسلاين فال، البيسلاين ترين، السمولر فال، سمولر ترين، بيجر فال، بيجر ترين. يبقى انا عندي البلوت للتريننج والفاليديشن للثلاثة موديلز، السمول والبيسلاين والبيجر. بالضبط. نيجي نشوف نتطلع على البيسلاين فال الازرق. ايش بلاحظ؟ بلاحظ انه كل ما زادت الايبوكس تمام، الخط المتصل اللي هو الترين الترينينج ايرور بيقل تمام. هنا انا عندي الرسمه بين الفاليديشن، ايش هو الاكيورسي والايش اللي هو كروس باينري انتروبي.
الكروس باينري، الباينري كروس انتروبي معنى ذلك انه اللي الكروس باينري انتروبي مشكلة انه هدول اللونين هدول قراب من بعض الالوان. اه بالنسبة لإلي في حالة الأخضر شيء تباعد كبير. الخط الأخضر هو اللي ثواني بس أنا بدي ألقي نظرة هنا. هذا أكيرسي 86، هذا 1.6 في 10 أس ماينس 5، وهذا هذا أعلى وهنا 86. هنا قديش كان؟ 86 94. خمسة وثمانين وهنا ستة وثمانين. ده 40 86 وهذا الثالث 82 85. طيب هجيت أنا عندي بلاحظ انه التريننج في الثلاثة انه الايرور بيقل مع الاي بوكس، تمام. طيب اما الفاليديشن مين اللي مين اللي هل هو بيقل زيه ولا لا بكتر؟ نيجي لهذا، هذا ايش اللون؟ اورانج. اورانج لايش؟ للسمولر. بتلاقي انه السمولر بيقل وبعديها برجع بيطلع. نعم. اما البيس لاين بيقل برضو برجع بيطلع تاني، تمام. نعم. اما البيجر ايش واضح انه من اولها طالع. ايش معنات هذا الكلام؟ انه البيجر في اوفر فيتنج. كمان مره حلقيت التريننج الثلاثه بيقلوا اللي هو السمولر والبيس لاين والبيجر، تمام. هذا طبيعي. نيجي الان للفاليديشن. الفاليديشن حكينا انه السمولر بيقل لغايه حد معين وبرجع بيطلع، هذا طبيعي. وبعديها البيس لاين بيقل شويه وبعديها برجع بيطلع، اما البيجر بيطلع من الاول، معنى ذلك انه البيجر في اوفر فيتنج. ايش الاوفر فيتنج؟ معناه انه التريننج لوس تبعه بينزل ولكن الفاليديشن لوس بيطلع او الايرور بيطلع، تمام. فبالتالي حتى قل شويه وبعدين طلع. صحيح صحيح تمام ماشي. ايش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه هجيت هذا الاقل واحد ايش هو؟ ايش اللون هذا؟ هو الاحسن ايش وسط. لا لا انا بحكي على التريننج، التريننج الخط المتصل هذا ايش اللون؟ البيجر؟ بالضبط. فهذا هو، فهذه هي النقطة انه فعليا في التريننج ايرور انه واضح انه البيجر كان افضلهم لكن في الفاليديشن اسواهم، تمام. حسب الفاليديشن بالضبط، بطلع على الفاليديشن. فبالتالي هو طبيعي انه هو ينزل بعدها يطلع، تمام. اول ما بدا انه هو يطلع من الاول معنى ذلك انه الموديل مفصل على الداتا سيت، على التريننج سيت
تمام، ولما اجى في التست بدا يخرب، الغلط عنده كتير، فبالتالي انه بلاقي الايرور طالع، فبالتالي واضح تماما انه في اوفر فيتنج. ايش ال... كيف السمولر هو الافضل؟ تمام، اللي هو هذا، يفترض انه انا اتوقف عند نقطه معينه، او ممكن يكون البيس لاين، البيس لاين هو احسن منه، لانه انا ممكن اتوقف عند الايبوك هاي هنا، لانه الايرور تبعه شايفه وين هنا عند ال... بالضبط اقل. فالنقطه انه مش انه افضل انه زي هيك، لا، انه انا بدي اشوف انه مين المنحنى اللي جاب لي اقل ايرور في الفاليديشن من الثلاثه هدول، مين اقل واحد اللي هو البيس لاين اللي هو كان 16 16، بالضبط، فكان هنا اقل واحد بالضبط، فبالتالي ممكن اعمل ستوب عند هذا الايبوك. البيس لاين كان مش اكبر من بالضبط، البيس لاين كان 16، السمولر كان 4، والبيجر كان 512. بالضبط، الوسط هو الافضل. لا اي ام دي بي موفي ريفيوز زي اللي احنا شفناه قبل شويه، بس بدون ايش؟ بس بدون وورد امبيدنج. احنا دخلنا الكلمات انه هنا تلاحظي في النتورك كان هنا في الانبوت لاير هنا في الـ في الـ في الـ في الموديل الاول اللي هو الانبوت شيب عدد الوردز، فبالتالي عدد الانبوت 10000 10000 نيورون في الانبوت. هو سميه بيس لاين يعني قال المحل اصغر قال المحل اكبر. بالضبط، لا البيس لاين مش بالضروره الافضل، البيس لاين عاده في الـ في الريسيرش انه بيكون انا عندي زي ريفرنس تمام ببني انه حسب الستيت اوف ذا ارت، ويفترض انه الموديل اللي انا بعمله يكون احسن منه. بالضبط، انا احسن عليها خليك على البيزنس. بالضبط، تمام. هيك احنا طريقه اكتشاف الاوفر فيتنج. كيف نكتشف الاوفر فيتنج؟ ببساطه فاليديشن لوس على الطالع من البدايه، هنا بكتشف انه اوفر فيتنج، يبقى التريننج ايرور بيكون في النازل بس الفاليديشن طالع. تمام، طيب نيجي نشوف كيف بدنا نحاول نتجنب الاوفر فيتنج. هذه شغله مهمه، مش بس انه احنا نكتشفه، بدنا نتجنبه. ايش الطريقه الاولى للتجنب؟ انه احنا نضيف ويت ريجوليشن، نضيف ويت ريجوليشن. بدناش نخلي الويت تتجه باتجاه معين، فبالتالي بنروح نعملها ريجوليشن. ايش طرق الريجوليشن؟ في انا عندي طرق مشهوره اللي هو ال1 وال2، ال1 نور وال2 نور، فبالتالي هي عباره عن طريقه او تعديل للويت او نورماليزيشن للويت لتجنب الاوفر فيتنج. هذه بطريقه معينه وهذه بطريقه معينه، هذه بتستخدم فيها سكويرد وهذه فيش فيها سكويرد، تستخدم الابسوليوت فاليو، انه انا بضيف سمول اماونت على الويت عشان انه انا اعملها نورماليزيشن. فبالتالي كيف بطبق النورماليزيشن؟ شوفي الكود هنا عندي هنا كيف انه هاي الدنس 16 كيرنل ريجولايزر بيساوي كيرنل ريجولايزر الاثنين، وهنا حطيت سمول اماونت، هذا على اللاير الاول، وعلى اللاير الثاني برضه كذلك بطبقه نفس الفكره. فهنا طبقت ال2 ال2 ال1 وال2، ال1 بيستخدم الابسوليوت فاليو وبيستخدم، والثاني بيستخدم السكويرد، فبالتالي هو بضيف فعليا سمول اماونت، بيعمل اضافه لسمول اماونت لبروبوشن معينه تمام على الويت كوفيشنت، بحيث انه يعملها نورماليزيشن ما يخليهاش تروح تتجه باتجاه معين، يصير اوفر فيتنج. بالضبط، فبالتالي فعليا انه زي كانه بيعطي له فرصه انه هو يتعلم، زي كانه بيعطي له فرصه انه هو يتعلم. زي ما انا اجي اقول لك انه خذ هاي كتاب تمام، اقول لك خذ اقراه، تاخذه بس 3 ثواني وتقول لي خلصته، ايش بروح بسوي في الريجوليشن؟
باجي بروح بسألك في صفحة معينة بلاقيك مش حافظ، بقول لك لا ارجع اتعلم تاني. هاي مفهوم الرجل، زي كأنه انا بعمل لك زيك. فبالتالي بعدل على الويت بحيث انه اللوس ما يصلش للأوبتيمم، فبالتالي بياخد فرصة اكتر انه هو يتعلم عشان يتخطى الاوفر فيتنج. هذه الطريقة الاولى، نشوف نطبقها ككود. وبعديها نعمل بلوت. ممكن اجرب الواحد هنا بالمناسبة، فبالتالي ممكن تجربوا الواحد والاثنين وتشوفوا ايش الفرق. برضو ايش؟ ضلوا ايش؟ للبيست لاين. حقيت استنى خليني اشوف ال عاد خلص عندي، خليني اشغله عندي واشوف كيف. يعني بمعنى اخر انه الايرور في الطالع من البدايه ما نزلش وبعديها طلع، نزل معناها في شيء اوفر فيتنج. متى بيكون في اوفر فيتنج؟ ارجع مره ثانيه على الرسمه هاي، هاي شايفه، شايف الخط المقطع هذا الايرور في الطالع من الاول، الخط المقطع هذا هاي نزل بعديها طلع، والثاني نزل بعديها طلع، المهم ينزل وبعديها يطلع. اذا طالع من اولها اوفر فيتنج. ليش؟ لانه تعال قارن هذا الخط، انه هيو شايف انه هو جايب اقل تريننج ميرور، بس في فعليا على التست هو اسوأهم. فخلينا نرسم بعد خلص اعتقد بعد الريجوليشن. هنا احنا النتورك اي وحدة الاثنين موديل 16 16 1، البيس لاين اللي هو الاثنين هيو هذا اللون. احنا بنقارن بين البيس لاين والال اثنين، خلاص بنقارن بين تو موديلز هالجيت. احنا شفنا انه البيس لاين هو افضلهم، فبالتالي بنطبق النورماليزيشن على افضلهم. فبالتالي هنا مين اقل ايرور، البيس لاين ولا الاثنين؟ كيف البيس لاين؟ صحيح بتقاطعوا عند نقطة معينة، بس مع الايبوكس البيس لاين هيو في الطالع، الاثنين اقل معايا؟ في نقطة تقاطع فيها بعض، واضح بالنسبة لإلك؟ حكيت هم الاثنين بتطلعش من البداية مين أحسنهم، الاثنين اتقاطعوا عند نقطة معينة، هذه هي أقل ويت ممكن أنا آخذها. تمام؟ لكن بعد هيك مع الإي بوكس إيش صار؟ إنه اللوس تبع البيس لاين صار في الطالع، وهداك إنه برضه بالطالع بس أقل. في أوفر فيتنج؟ فيش أوفر فيتنج، بس الفكرة إنه يعني أفضل في الإيرور، أفضل في الفاليديشن إيرور. هذه الطريقة الأولى، إنه أنت تطبق الواحد والاثنين. الطريقة الثانية إنه إحنا نضيف drop out. إيش الدروب out؟ هو فعلياً عبارة عن layer إحنا بنضيفه، تمام؟ وبنعمل drop out بشكل random. بالضبط. يعني على سبيل المثال شوف الفيكتور هذا 0.2.5 1 3 8 1 1، طبقنا عليه دروب اوت، ايش صار؟ صار دروب لايش؟ للبوينت 2، صارت 0 عشوائي، 0.5 هي زي ما هي، هو المعطي الباقي بالضبط، بالضبط 1 3 هي زي ما هي، البوينت 8 صفرت صار لها دروب، الواحد واحد ضلت زي ما هي، فبالتالي هو راندوم، وفي نفس الوقت انه بقول له في رينج معين. بس هو معطينا نص يعني 0.5، ايش شايل 0.8؟ كيف؟ والعشوائي بالجهه شايل نص طيب، خلى نص طيب،
دكتور في الميثود هو كنت بعث لها نويز فايل صح؟ يعني دروب اوت بين اقواس نويز فايل وين الاستدعاء؟ دروب لاير دروب اوت بعث لها نويز فايل اي سطر؟ الاول وهذا اللي عنده واقف عنده هاي بوينت 5 واللي تحت برضه بوينت 5 نعم قصدي انا فكرت انه يعني بوينت 5 هي شيء او من صفر لا 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 انا بعتها حاجات هنا بحكي انه ديستريبيوتد راندوم في هنا أنا عندي دروب أوت ريت هذه عبارة عن دروب أوت ريت ما بحكيلوش يعني بمعنى إنه بمعنى آخر إنه قديش نسبة الدروب اللي أنا بسويها عبارة عن فيك يعني فراكشن بتكون أقل من الزيرو تمام وعادة بإنه أنا بختارها بين 2 والخمسة مش معناها إنه الرينج بين 2 وخمسة لما أقول هنا دروب أوت 0.5 إيش معنات هذا الكلام؟ الدروب ريشيو اللي هو بمعنى آخر إنه أعمل لي دروب أوت 50% من العناصر نصهم يعني نسبة يعني بمعنى آخر هاي عندي عنصر 2 3 4 5 عناصر تمام لما أقول له دروب أوت 50% معنى ذلك إنه حيعمل عنصرين أو 3 عناصر بهذا الشكل لما أقول له 2 من 10 معناها 20% معناها بده يختار عنصرين بشكل عشوائي ال 20% هي عبارة عن عنصر واحد هيختار عنصر بشكل عشوائي ويعمل له دروب أوت تمام؟ فهذه عبارة عن ريشيو مش رينج أعمل لي دروب أوت من قيمة كذا لقيمة كذا لا فهو راندوم وقديش مقدار العناصر المفروض أنه أعملها دروب أوت فهي اللاير الاول بضيف لللاير الاول دروب اوت هاي اللاير الثاني بضيف لللاير الثاني دروب اوت هذه الطريقه الثانيه كان احمد سالني قبل هيك ايش هو الدروب اوت رحنا اجلنا الموضوع هاي وصلنا عشان نحن نتخلص من الاوفر فيتنج نعمل كومبايل وفيت ونشوف برضو البلوت كمان مره كيف الوضع خلص عندك؟ يبقى الدروب اوت حسن تمام هو في العادة انه احنا بنلاقي اغلب الاركيتكتشر بتضيف دروب اوت انه عشان تتجنب الاوفر فيتنج يعني حتى لو انت حطيتها او ما كانش في عندك اوفر فيتنج بتحسن يعني كمان مره لو ما كانش في اوفر فيتنج وانا حطيت دروب اوت لايرز بتحسن انا عندي التست ايرور هو في نقطه بتنقص فيها دائما بعدها احنا مع بيسلاين ودروب اوت دروب اوت هاي بنزل زي هيك وبعديها برجع بطلع بس الطلوع تبعه انه اقل من نعم هجيت هنا في نقطة مهمة بخصوص الكباسيتي تبع النتورك خلي بالك مش النتورك لما تكون كبيرة مش معناها دايما انه هي بتتعلم احسن لما اذا كبرت النتورك في احتمال كبير انه يصير في معايا اوفر فيتنج زي ما في المثال هذا انه احنا لقينا النتورك الاكبر اللي هي ال 512 صار فيها اوفر فيتنج فبالتالي دايما عادة انه احنا عشان نتجنب الاوفر فيتنج بجيب بيانات اكتر بضيف بزغر النتورك شوية بضيف ويت ريجوليشن
الواحد او الاثنين او بضيف دروب اوت. كيف؟ ممكن تضيف التنتين وممكن تجيب كمان بيانات اكثر كمان. فبالتالي انه اعمل بلوت هذه الشغلات. شوف النيورال نتورك بلاك بوكس معروف عنها، ايش في بيصير جوا بنعرفش، مش زي موديل تانية زي مثلا الراندوم فورست او زي مثلا ديسيجن تري او زي البيزيان الجوريثم او نايف بايس، انه طريقه الموديل كيف بيشتغل من جوا واضحه. النيورال نتورك صحيح انه الالجوريثم انه واضح، بس ايش بصير جوا النتورك احنا بنعرفش، بلاك بوكس. فعشان هيك دائما اعمل بلوت تقدر تحدد انه انه انت تضيف طريقتين تتجنب الاوفر فيتنج، ولا بيكفي طريقه واحده، ولا ترايل اند ايرور. اخر مثال بدنا ناخده اللي هو متعلق بالكونفولوشن. طبعا هذه سيف وريستور موديل، هذه بدي اترك لك اياها لوحدك، يعني هذا مجرد انه كود عادي انه بورجي لك كيف انه انت تعمل سيف لموديل وبعديها كيف انه انت تعمل له لود ليتر عشان تحفظه عشان تستخدمه. ناخذ اخر مثال convolution neural network ونفتح المثال هذا على الكولاب. افتحوا معايا، بتلاحظ انه في من البداية انه انت بدك تشغل الجي بي يو. هايو ايش عامل؟ install TensorFlow GPU. تمام؟ نسخة 2 البيتا هذه. تمام؟ بالاضافة لشغلة تانية يفترض يكون حطتها، انه انا اتأكد انه انا مستخدم هنا، اروح على الرنتايم change runtime type، وانه انا اكون مستخدم فيها الجي بي يو. طيب خلينا ننزله. هتلاقوا انه المثال الكونفولوشن سهل. توكل انا تقريبا خلصت. بعد ما نخلص بنحمل الامنست داتا سيت. تمام، وهذا انا عندي الترين والتست، وهنا عملنا النورماليزيشن، هذا شغله مرت علينا سابقا. وهنا بدنا نعمل الكونفولوشن. كيف الكونفولوشن؟ هنا بدنا نتعامل مع نوع جديد من اللاير. بالضبط، يبقى هنا عرفنا سيكوينشال موديل كونف 2D معناها كونفولوشن 2D، بعديها ماكس بولينج، بعديها كمان كونفولوشن ماكس بولينج، بعديها كونفولوشن. مره ثانيه ارجع لي هنا على التشيت شيت، عندك الكونفولوشن. برجع بذكرك كمان مره من ايش مكون. هاي انت عندي الانبوت عباره عن رو ايمج كونفولوشنز، وبعديها بولينج، وبعديها بتيجي فولي كونكتد عادي. هاجيت احنا هنشوفها، وحكينا انه ايش الهدف من هاي الشغلات، انه الهدف انه في الكونفولوشن انه بعمل كونفولوشن معين، عمليات حسابيه معينه عشان يكتشف الايدجز الموجوده هنا اللي هي شكل الرسمه كيف الخطوط تبعتها. تمام، والبولينج بروح بعمل لي عمليات حسابيه او افريجنج للخطوط هذه بحيث انه يجمعها مع بعض وانه يتعرف عليها انه شكل معين، هذا شكل دائره. فبالتالي السياره بتعرف على الدوائر اللي موجوده فيها، ايش هي اللي هي العجلات بهذا الشكل. تمام، فبالتالي انا عندي اللاير الاول عباره عن كونفولوشن 32 3 في 3 والاكتيفيشن ريلو، والانبوت انا عندي 28 في 28، والثاني والماكس بولينج هنا 2 في 2، وهنا 64 الثاني 3 في 3، وهنا الماكس بولينج 2 في 2، واخر واحد 64 3 في 3. شوف السمري تبع النتورك، ضفنا الانبوت والاوتبوت لسه بدنا نضيفهم هنا. هاي الانبوت
يبقى الانبوت عبارة عن فلاتن، وهذا اللاير انا دايما بستخدمه مع الصور، انه هو بروح بفرط لي الصورة بالضبط لو ان دايمنشنال اري، هي عبارة عن 2D بروح بحطهم بصفتهم جنب بعض بالضبط. وهذا الاوتبوت، مش احنا حكينا انه هنا في الكونكتد، فبالتالي هنا في عندي 2 layers، layer dense في 64 واللاير الاخير الاوتبوت 10. ليش 10؟ اي داتا سيت احنا بنشتغل؟ امنست اللي هي الديجيت ريكوجنيشن من 0 ل 9 تمام. فهي عرفنا طبقات الكونفولوشن، وهنا ضفنا الانبوت والاوتبوت، يبقى هذا انبوت تمام، وهذا عباره عن اف سي، وهذا عباره عن الاوتبوت. هنا حيجمعهم مع بعض، فبالتالي انا عندي الانبوت شيب هيو، convolution max pooling convolution max pooling convolution، وهي الفلاتن تمام، وهي الاوتبوت، وهي الميدل لاير انا عفوا الاف سي، وهي الاوتبوت. فبالتالي عندي 93000 بارامتر لازم اعملهم تونينج. اوبتمايزر نعمل كومبايل، اوبتمايزر ادم واللوس سبارس كروس انتروبي والمتريكس اكيرسي، اعمل فيت لترين ايمج والليبلز والايبوكس 5. لاحظ انه الشبكة كتير كبيرة نوعا ما، فعشان هيك تستخدم فيها او معاها الجي بي يو. لاحظ انه الايبوك الوحدة بتطول غير عن اول وحدة احنا اخذناها في الديجيت ريكوجنيشن، انه كان انه شغالة اسرع. قديش الاكيرسي؟ 99. وين ما في عندك images استخدم convolution، بدك تعمل convolution احسن عندك network انه هي تتعرف على هاي الايبوك الاخيرة الخامسة. تمام نشوف الريزلت، هاي التست واللوس، وهاي نطبع النتيجة 99%. رح يحكي لي هنا انه نقبض few lines of code، سطرين بس عملناهم deep network convolution network CNN جبت لي نتيجة زي هيك. فبالتالي CNN افضل من النتورك العادية في التعامل مع الصور. ليش؟ لأنه عندها القدرة إنه هي تتعرف على الأشكال الهندسية أو الجيومتري اللي موجودة جوا وتجمعها مع بعض وتقول إنه على سبيل المثال إنه بتتصرف بهذا الشكل. أكيد مثلاً في جوال الجوال لما تعمل تحديث تكون تعمل في عندك شغلات تانية مختلفة، يعني مثلا في عندك زي الاوبن سي في، ممكن تستخدم الديب نتورك عشان تتعرف على الايد زي هيك، وممكن تستخدم مكتبات تانية انه بتستخدم فيها الايمج بروسيسنج عشان تتعرف تعمل هاند ديتكشن انه زي هيك. فهو فعليا انه بقول لك انه الثمانية عبارة عن اشكال هندسية، عبارة عن ايش؟ دويرة فوقيها دويرة، والتسعة عبارة عن ايش؟ دويرة وفي خط زي هيك وهكذا. فبالتالي هاي الكونفولوشن انه هي بتبدا تتعرف على الاشكال بهذا الشكل. هيك بنكون خلصنا تقريبا هاي الاجزاء المتعلقه ب الديب نتورك والسي ان ان. المره القادمه ان شاء الله بدنا ناخذ ستايل ترانسفير وناخذ ار ان 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 شاء الله. تمام؟ في حدا عنده سؤال يا جماعه؟ في حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.